الخميس 26 نوفمبر، أهلا وسهلا بكم متابعينا على قناة 9. سعيدة بكل عادة أنه نقدم لكم آخر المستجدات الوطنية والدولية في غونديفو نيوز، والليلة سعيدة جدا أنه يرافقني في التحليل والنقاش كل من لطفي العماري. مساء الخير. أهلا وسهلا بك. عليه قالوا لي رونديفو نيوز، قلت أنا نيوز رونديفو نيوز تبع رونديفو نيوز. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من عمق النقاش اللي بدينا به في الكواليس. وحمد ترودي مساء الخير. أهلا وسهلا. ناجي الزعيري مرحبا. مساء الخير بنات. مرحبا بك ومرحبا بكل السادة المشاهدين. الليلة باش يكون حاضر معنا نبيل بلعم، مدير عام مؤسسة إمغاد كونسلتينغ، ويحكي لنا على البارومتر السياسي ونتائجه لشهر نوفمبر 2020. مستقبله أيضا حافظ بوقرا، كاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، اللي دخلوا في اعتصام مفتوح نحكي على الأعوان وكتبت المحاكم. أميرة محمد أيضا نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تكون حاضرة معنا ونحكي معها على احتجاج الصحفيين والإعلاميين. وعبر الهاتف أحمد السعيدي كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بأم العرايس، يفسر لنا شنو اللي صار في أم العرايس البارح. يلا البداية كما عودناكم بالأخبار والفلاش نيوز. نبدأ وننطلق من أم العرايس ونعاد الهدوء إلى المعتمدية. معتمدية أم العرايس من ولاية قفصة اليوم الصباح بعد ما شهدت البارح تحركات احتجاجية استغلها بعض الشبان لخلع وسرقة القباضة المالية والاستيلاء على بعض تجهيزاتها، وكانت الوحدات الأمنية استعملت الغاز المسيل للدموع للتصدي لهم. أكثر تفاصيل حول تطورات الوضع، هناك تطورات الميدانية مع كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بأم العرايس أحمد السعيدي اللي ينضم لنا مباشرة من هناك عبر الهاتف. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. سي أحمد السعيدي تسمع فيا؟ نسمع فيك. مرحبا بك. خلينا نرجع للاحتجاجات الليلية في أم العرايس اللي تطورت، وشفنا مشاهد لخلع على مقر القباضة المالية وأخبار على سرقة محتوياتها. شنو موقف الاتحاد المحلي للشغل من هذا الانحراف بمطالب الأهالي اللي هي مطالب شرعية، لكن كي نشوفوا مثل هذه الانحرافات الخلع والسرقة برشا انتقادات وجهت لها؟ نحن نشوفوا الاسباب الثانيه خلت الاحتجاجات هذه والحرق والتكسير. اي تسبب فيها المجلس الوزاري خرج قرارات غير ماشي مقنع اي المواطن، وما تلبيش طلبات مع رئيس حتى شيء، فهمت ولا؟ والاحتجاجات وقعت الصباح سلميه، ونحن مع الاحتجاجات السلميه ونساندوها وندوا بالتكسير والحرق ونفس 8 نتاع الليل كنت موجود على عين المكان هناك، ودورية امن موجوده، وصاحب دكان قال لي راهم باش يسرقوا وعارفين باش يسرقوا ويخلوهم يسرقوا القباضه، وبعد تعدوا البار يخلعوها فايق مال البار وما خلاهمش يسرقوا. يعني معلومه المجموعه هذه عندكم، معلومه شكون الافراد اللي قاموا بعمليات الخلع والسرقه وتحويل وجهه ربما الاحتجاجات السلميه؟ ما عارفين الحاكم يكون عارف دوريات دور وعارفين من العشيه يحضروا فواحم، وفيهم بطاله ياسر، محل بطاله ياسر عامل احتجاجات سلميه الصباح، اما نحن مع الاحتجاجات السلميه نندوا بالحرق والتكسير وعارفين باش توقع الامن والعباد الكل عارفين انا باش توقع من العشيه سرقه وتكسير وخلع. اول مره القباضه ثاني مره تتسرق. راهو هوني كلامك خطير، تقول عارفين من العشيه اللي هي باش تسرق وباش تتخلع، اذا علاش ما كانش التدخل اللي ردحهم من الاول؟ مواطنين عارفينها، حموله حانوت قالت بس مبات على السلا حانوت. شباب غاضب من قرار مجلس وزاري، لا عملوه المجلس الوزاري، كانوا منتظرين تشريع بطاله وما بطاله ومعرايش بنيه تحتيه صارت مال تو يقص عليه العباد مراكز الامن. خارجين خل برا مراكز الامن في البلاد مفكوكه من طرف اشخاص ساكنه فيها، لا عندنا لا دوله لا حاكم،
وغير رسالة الربي، غير رسالة الربي أن المواطنين تعرف بعضها وعروش. ولكن رغم ذلك صارت عملية الخلع والسرقة، المواطن مش مقتنع، هذا حقه، مطالبه مشروعة، مش مقتنع بمخرجات المجلس الوزاري. المواطن مش مقتنع بالسرقة والخلع هذه تقع في أي مكان حتى في الأمور العادية. أي لكن لكن مخالفة للقانون وما ثمش عندها حتى تبرير سي أحمد السعيدي. وعلاش أصلا خيار الاحتجاجات الليلية؟ خليني نوصل لحديثي وسؤالي ونخليك متسع من الوقت بالجواب. علاش خيار الاحتجاجات الليلية وانت بيدك قلت معناها مفروض انه بدينا احتجاجات في النهار تكون سلمية لمطالب مشروعة فينا الماء؟ معها نحن مع الاحتجاجات السلمية وضد التخريب والتكسير والسرقة. به قلت لي هناك رفض للإجراءات المعلن عنها من قبل المجلس الوزاري، اليوم في اللحظة هذه بماذا يطالب الأهالي؟ شنو على سلم الأولويات بالنسبة لكم؟ تبنى بيان فيه البنية التحتية، فيه الصحة، فيه بعثنا للوالي، بعثنا للحكومة، فيه البنية التحتية، فيه الماء، فيه السرب، انعدام الصحة، بعثنا بيان مفصل، والتشغيل بطالة، كثرة البطالة تعمل كل شيء، والتلوث والأصوات مثل التلوث. ومنذ 11 سنة هم يماطلوا الحكومة دي تماطل وتكسب. تماطل وايد زيادة حتى في المجلس الوزاري جاية مش تعمل حتى شيء، قاعدة من مرحلة لمرحلة تسرب. المجلس الوزاري فات ما وقع فيه حتى شيء، المجلس الوزاري ذي ما وقع فيه حتى شيء، ونفس القرارات بريسك تعاود تجي 1600 كوبانية ما أدري شنو نبيعها نقل. نحن طالبين شركات ومعامل جدية تخدم تدخل تخدم البطالة. شكرا لك احمد السعيدي كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بام العرايس. نكمل في نفس السياق قبل ما نفتحوا النقاش، وين اكد رئيس الجمهوريه قيس سعيد خلال لقائه برئيس الحكومه هشام المشيشي البارح اكد على وجوب الحرص على توفير المواد الضروريه للتونسيين والتونسيات في مختلف مناطق الجمهوريه، ودعا الى تطبيق القانون على كل من يسعى الى قطع الطرقات والحيلوله دون وصول المواد الغذائيه والاساسيه للمواطنين، وشدد على ضروره تكاتف الجهود من اجل تجاوز الصعوبات المالية اللي تمر بها البلاد بعيدا عن الانقسامات، ودعا الى وضع مصلحه الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات. احنا خايفين من انقسامات لطفي العماري، لكن مالوغوزمون قاعدين نشوفوا فيها منطقه تقطع على منطقه اخرى، مثلا عندك المنطقه الصناعيه بجابس بغنوش ما ثماش الغاز اللي يمشي للجنوب التونسي يمشي لصفاقس، وشفنا الغضب في ولايات الجنوب التونسي، شفنا مستشفيات محرومه من قوارير الغاز، شفنا مدارس معاهد، وهذا الكل لشنو يرجع بالاساس؟ يعني مفروض والله نقعدوا نتحدثوا على ما شفناش، شنو اللي قعد ما شفناش، خاطر بصراحه شفنا كل شيء، يعني كل ما قاعد يصير اليوم في البلاد قاعد يهز فينا لمرحله ما قبل الدوله، وقت اللي كانت معناها البلاد قبائل وعروشات وغارات وانتقامات وفكلي وفكلك. تقريبا احنا اليوم في الحاله هذه وماشيين الى ما يسمى للاسف بالاحتراب الاهلي، في الوقت اللي في العشر سنوات اللي مرت الحكومات اللي تعاقبت دفعت الكثير والكثير من أجل شراء السلم الاجتماعي، يعني نوع من الرشوة المقننة لاشتراء السلم الاجتماعي، حتى اللي دفعناه الكل ما عطاش نتيجة، يعني كيك اللي عطاه رشوة وفي الاخر قضيته ما تقضتش. هذا اليوم اش صاير في تونس؟ أنا سؤالي سيد رئيس الجمهورية نقول له مش هذا هو الوقت ربما اللي تستحق فيه تونس باش تعمل أنت مجلس أمن قومي وتاخذ القرارات اللي يلزمك تاخذها باش أولا ترجع الهدوء للبلاد وتمنع أنه الأمور تزيد تمشي كما قلنا إلى معناها الاحتراب أهلي، احتراب التوانسة ضد التوانسة، لأنه كل واحد والحجة متاعه نقص عليه الغاز ونقص عليك الماء، والأمور ماشية وتستفعل وماشية وتتفاقم، شكون اليوم بيده الحل؟ رئيس الدولة
يبدو أنه معناها اكتفى بالكلمتين هذوما اللي يتقالوا في أي وقت وفي أي مكان كان، يعني تقريبا في اعتقادي أنا بلا معنى. وحتى كي قالهم يبدو أنه قريناهم، ما سمعناش السيد الرئيس طلع كعادته في بلاغ الوضع هذا مش تاع بلاغ، فيه ثلاثة كلمات وهو كلام كسلام. الوقت هذا نتاع السيد رئيس الدولة يعمل اجتماع في أعلى مستوى ومن بعد يطلع يخاطب التوانسة علاش احنا اليوم في المرحلة هذه، وين النجم ونمشيه، وشنو الأفاق اللي تخلي على الأقل النفوس تهدى شوية والعباد يرجع لها مش الأمل في الإنجاز أما الأمل في تحقيق الإنجاز، لمصلحة من اليوم غياب رئيس الدولة، لمصلحة من غياب رئيس الحكومة، لمصلحة من غياب مجلس النواب الشعب، علاش نخلوا الشعب يحارب في الشعب؟ هذا السؤال الكبير اليوم يطرح، شكون المستفيد من الوضعيه هذه؟ وشكون اللي يحكي بالدوبل لونجاج من يشعل النار ومن يحاول زعما يطفي في النار؟ محمد الترودي هاك تشوف الوضع، احنا تعودنا انه نوفمبر وديسمبر يكون تكون اشهر ساخنه في اواخر كل سنه، لكن السنه ظرف استثنائي عالمي، ظرف وبائي، أزمة سياسية زاد مارينا لهاش مثيل، وصلنا مع الأزمة الصحية مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. اليوم هاك تشوف اللي صار مثلا في أم العرايس راهو ينجم ينطبق ويمشي على جميع بقية الولايات، من احتجاجات سلمية ومطالب مشروعة اليوم النجم نشوفوا تكسير وغورة وخلع وما إلى ذلك. شنو الفرق ما بين تسكير الفانة نتاع الغاز في الصخيرة وما بين في جيبس، وتسكير الفانة نتاع البترول في الصخيرة وتسكير الفانة نتاع البترول في الكامور وما صار في يوم العرايس؟ شكون يقف للناس هذوما؟ شكون يطمنهم؟ شكون يخاطبهم؟ شكون يعطيهم حقوقهم اللي هي مشروعة باش ما نوصلوش للديغاباج هذايا؟ المشكل اللي فما اليوم، نحن في نظام ديمقراطي يعتمد التمثيلية، بغض النظر على كونه، مع العلم وأنه الأحداث هذه كل تثبت اليوم اللي المنظومة الحالية وصلت الى مرحله التوب نتاع الفشل نتاعها. دونك لازم نعالجوا الموضوع، اصل الداء اصل الداء توجيه في موضوع اخر اللي هو النظام السياسي والنظام الانتخابي. فهمتي؟ يحتاج برشا وقت. اليوم اليوم عندنا دوله مهدده، اركان الدوله مهدد، ناس تحكي على مناخ تاع استثمار واستقطاب المستثمرين وتفعيل عجله التنميه داخل جهات. انا ناكد لك في المناخ الحالي مستحيل يمشي لك مستثمر باش يدفع فلوس ويعمل مؤسسات داخل الجمهورية. حاجة ثانية والخطيرة جدا، كونه راه فما مشكل اليوم، مشكل تمثيلية في الجهات. توا حكومة مع شكون تتعامل؟ تتعامل مع تمثيليات ديمقراطية، مع بلديات، مع نواب، مع والي، مع معظمة الدول، مع منظمة وطنية. فما رفض للتمثيلية هذه. اليوم ولا الصراع في كل جهة شكون ياخذ منصب تاع سي طارق الحداد. وهذه سمحني هاني نقول هنا بالمنطقه ذي، هذه حركات نتاع التمرد معلنه. اليوم في تونس قاعدين نعيشوا في التاسيس لنظام فيدرالي. فهمني؟ تنجم سامحني انت ترى حركات متمرده هما يراوها مطالب مشروعه لانها جايه ديجا مش من تو، من قبل من 2018 والتزمت بها الدوله والحكومات. دعوه الاحزاب السياسيه والمشرفين على الشان العام في تونس اليوم باش يتجاوزوا منطق الانتهازيه، خاطر في ليكوليس وفي الغرف المظلمه يقولوا مش معقول، وفي الديكلاراسيون برا من ضعفهم ومن الانتهازيه نتاعهم يخرجوا في بيانات مسانده للتمرد على الدوله ولتقويض اسس الدوله التونسيه. اليوم كل واحد لازم يتحمل مسؤوليته بتطبيق القانون. ملك رانا في نظام ديمقراطي، قال رئيس الجمهورية يجب تطبيق القانون على من يقطع طرقات امام توفير المواد الاساسيه للتونسيين. بيان بيان السيد رئيس الجمهوريه يلزم ترجمته في اطار مجلس امن قومي. رئيس الجمهوريه يدعي لي وعنده شرعيه نتاع 3 ملايين يخرج يخاطب التوانسه، يخرج يطمن التوانسه، يخرج على الاقل مازال فما ثقه في شخص في تونس، يخرج يستعمل لك الرمزيه هذيك باش يهدي الامور. وهاو بعد شويه باش نرجعوا لصبر الاراء، شنو راي التوانسه في هذايا الكل. ناجي كلمة مهمة قالها لطفي العماري منذ قليل، الحكومات المتعاقبة كل حكومة تجي تشري هدنة السلم الاجتماعية وتخلي الأمور متراكمة إلى أن وصلنا لانفجار 2020. صحيح، لكن الكلام اللي قاله أخونا محمد مو صحيح، أنه يعني وكأني باللغة أو الخطاب نتاع رئيس الحكومة والخطاب الحكومة تغير. معناتها ولينا نحكيو على تطبيق القانون، ولينا نحكيو على تخريب وعلى المساس بوسائل الانتاج ومؤسسات الانتاج. هذايا
شهرين التالي ما كان شكل خطاب. شهرين التالي أو ثلاثة أشهر التالي كان ثم مفاوضات ومشاورات من حكومة السيد هشام المشيشي والفريق اللي بعثه الفريق المفوض من الحكومة واللي مشى لتطاوين وقعد تقريبا أكثر من شهر يتفاوض لتفعيل وتعديل وإعادة صياغة الاتفاقية اللي عملتها الحكومة اللي قبله عام 2017 لشراء الهدنة الاجتماعية في تطاوين. ثم مثال آخر على هل السقوط المدوي متاع رجال الدولة أو المسكين بزمام الأمور في خليني نحكي على الحكومة، أنا جاي للأحزاب. يا أخي فوسفات قفصة من عام 2013 تقريبا بدا الانحدار في الإنتاج والشركة بدأت تتعرض إلى خليني نقول سابوتاج وعملية تفجير من الداخل وتفتيت وبدأ الإشكال تلو الإشكال والسكة متاع الترينو بقدرة قادرة تتعطل باش يدخلوا على تدخل على الخط شركة أخرى لنقل الفوسفات وهكذا دواليك تحت مباركة وتحت بيانات وتحت معناها يعني خطابات عنترية وعنتريات معناها في مجلس النواب معناها والناس والأحزاب تبارك اي لما لا اي ووقت اللي دخلت الدولة في وقت من الأوقات وده حبت تدخل في مواجهة لحل المشكل بالقوة المشروعة اللي تكتسبها الدولة خرجت البيانات من الأحزاب اللي تودين وهنا يجي النفاق أنه شركة فوسفات وضع شركة فوسفات قفصة اليوم اللي وصلت إلى حالة من الانحدار أنها تستورد الفوسفات وأنها تتسلف من عند الدولة باش تخلص الخدمة نتاعها أبرز مثال على النفاق والانتهازية. أشهر التالية ملاك السيد رئيس الجمهورية كان يهبط في تذكروا شوية خلنا نرجع شوية معناها 6-8 شهور التالي في الاجتماعات العامة نذكر أنا في سيدي بوزيد معناها يخاطب الناس ويخاطبهم بلغة هم وأنتم هم يتحدث على الأحزاب على السياسيين على مجلس النواب هو بشعار الشعب يريد به أشهر التالي زاد الأحزاب راو وقت اللي صارت المواجهات في تطاوين فما أحزاب راهو خرجت بيانات إدانة وتنديد باللي سماته هي الاستعمال المفرط للقوة هما اللي شجعوا على الاستعمال وتراجع توا اليوم معناها رجعنا نحكي وتوا على تطبيق القانون على كل من يسعى الى قطع الطرقات معناها والحيلوله دون وصول اما هوني راهو خلينا نوضحوا نقطه مهمه ريت الجمله هذه اللي قريتها ناجي في البلاغ مهمه جدا معناها كل تطبيق القانون على كل من يسعى الى قطع الامدادات مثلا كما الغاز وكل اما لم يتم تجريم عمليه ايقاف الانتاج مثلا في الفوسفات في فوسفات قفصه ولا في الكامور تمنينا ان نسمع حتى ما يطيحوناش حتى لا نسقط في المغالطة وحتى ما يطيحوناش في المغالطة راهو كي نقولوا تطبيق القانون مش معناه استعمال القوة راهو مش معناه تهبط الوحدات الأمنية لا مش تقمع الناس أو أي لا مش هذا تطبيق القانون يعني اللي قاعدين معناها يفتعلوا في الأزمات في مؤسسات الانتاج في مواقع الانتاج يلزم هذوكم اللي يطبق عليهم القانون تطبيق القانون بفرض العدل تطبيق القانون بحل المشاكل قانونيا بالجهه ما تعقب الجهه اخرى تولي بطريقه غير مباشره صارت راهو احنا اللي هي في علاقه بالدعوه الى تطبيق القانون اليوم تخرج لك نقابه الامن الداخلي في صفاقس تخرج لك بيان وتقول لك احنا لن نتورط في قمع العمليات الاحتجاجية لأنه غدوة سيكون مآلنا كما مآل معناها زملائنا اللي تصدّوا في فترة ما الاحتجاجات هذه وانتهت بهم الأمور إلى السجون وحتى القيادات متاعهم تحاكموا مرة أولى ومن بعد تم إعادة المحاكمة متاعهم فيما يشبه المحاكم الاستثنائية هذا اليوم أخطر ما فما عادي أنه تصير احتجاجات يا ملاك في الظرف اللي نعيشه فيه احنا المش عادي هو تخلي الامن عن حمايه منشات الدوله
ومن هنا جاء الهجوم على القباضة. وإذا اليوم تم الهجوم على القباضة في يوم العرايس، ما الذي يمنع غدو هجوم على مركز الولاية وإلا غدو على وزارة من الوزارات وعلى مختلف منشآت الدولة؟ اليوم المؤسسة الأمنية على أحمد السعيدي كتب عام الاتحاد المحلي للشغل بيوم العرايس هو اللي قادم هذا الاختير ياسر، واللي مفروض سيد وزير الداخلية هو اللي حقق فيه ويجاوب عليه. مش معناها أن وحدات أمنية تعلن رفضها القيام بالواجب نتاعها بتعالة أنه تخشى غدوة معناها من أنها تتحمل المسؤولية. بإجاز نجي ونمر الخبر اللي بعد. قبل ما يتوسع الحراك الاجتماعي في برشا جهات، كيفاش بدأت العملية؟ السيد رئيس الحكومة طلع بعد ما صحوا الاتفاق نتاع الكامور مع طبعا مساندتنا المطلقه للمطالب نتاعهم التنمويه المشروع. قال وفود كيف باش تمشي بقيه الجهات. قال راهو الاتفاق الكامور هذا نموذج يحتذى. ورانا مش نطبقوه على بقيه الجهات. وانا تحدثت مع اعضاء فك الوفد اللي بعثوا رئيس الحكومه، ايش يقول لي؟ يقول لي راهو شفتوا الاتفاق اللي عملناه، راهو مش نطبقوه في بقيه الجهات. وبدا الحديث يسري ويجري في مختلف الجهات انه راهو التطاوين باش تاخذ 8 مليار كل عام، دونك القروان باش تاخذ 100 مليار. كل واحد ويسكت براسه يعني. يطلع مدير ديوان السيد رئيس الحكومه في الاذاعه ويقول لقد اخطانا خطأ اتصاليا. رئيس الديوان ايه. الدوله يا حبيبي لا تخطئ، واذا تخطئ ما تخطئش اخطاء إيه بالحجم هذايا إيه. اللي نجم يهزنا الحرب الاهليه. والبلاد تدفع في فاتوره هالاخطاء وهالحماقات الاتصاليه. يلا نقدموا شويه نقدموا راجعين هشام المشيشي راجعين راجعين الدوله يا لطفي يا اخي توا سامحني يا اخي باهي هكا عملت الاتفاق يا سيدي باهي مبروك على اهالينا في تطاوين ممتاز ياسر باش تحل مشاكلهم اي اسكو بقيه الجهات باش تحلها بنفس الطريقه عندنا ما عادش هاتوا نرجعوا له نشوفوا شنو حلوا اللي تم التشنيع ما عادش محتاجين الحكومه محتاجين الى وفود تتنقل في الجهات وتتفاوض. شنو قال رئيس الجمهورية البارح في أول اجتماع للجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج اللي كان تحت إشرافه؟ يقول أو يخصص الاجتماع هذايا للنظر في وضع تصور لإجراءات جديدة للعمل القضائي والدبلوماسي من أجل استرجاع هذه الأموال. نسمع تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد. المؤسف حقا أن يطلب من رئيس دولة أجنبي أن يطلب من أن تعينه على استرجاع الأموال المنهوبة. آلاف المليارات موجودة في الخارج، علينا أن نحرك أولا الإجراءات القضائية حتى لا تسقط حقوق الشعب التونسي بالتقادم، وعلينا أيضا أن نعمل في المستوى الدبلوماسي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. نجتمع اليوم للنظر في تصور إجراءات جديدة للعمل، العمل القضائي والعمل الدبلوماسي. لا شك أن الإجراءات القضائية هناك من ستسقط، يعني تعرفون قضية أحدهم يتم رفع التحشير نتيجة لأن الوقت مر وستسقط القضية بالتقادم. بعض الدول تجمد الأموال ولكن تجمدها ولا ينتفع بها الشعب التونسي. أموال شعبنا لابد أن تعود إلى شعبنا. شعبنا لابد أن تعود إلى شعبنا، هذا ما يقول رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة أو رئاسة الحكومة تعلن أيضا في بلاغ لها عن الانطلاق في الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية بعد لقاء رئيس الحكومة بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية وبحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي. خلينا نرجع ساعة نبدأ ولطفي بتصريحات رئيس الجمهورية حول استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج. إخي هذا نحكيه عليه في دقيقة 90، الأجال وفات راهي تقريبا ما عادش عندنا وقت، معناه نحكيه على جام في 2021 سي دومان سي غدوة. أموال شعبنا يجب أن ترجع إلى شعبنا. أعطيني واحد تونسي من 12 مليون معترض على الجملة هذه. علاش ما رجعتش؟ هل أن الظرف اللي تعيش فيه تونس اليوم
يستحق من رئيس الدولة ويحكي لنا على الأموال المنهوب هذا الملف المشلو، أم يحكي لنا على الوضع الراه؟ هو تقريبا ديما يختار الزون دو كونفور اللي يتكلم فيها بصيفته مازال في الحملة الانتخابية أو بصيفته رئيس معارض. المسألة الثانية، ما قلنا أنت عملت لجنة وبدأت تخدم على روحها، هي ربي يوفقها اللجنة ذي وترجع لنا فلوسنا على داير من ليب. هل حدث هو هذا اليوم باش نحكيو فيه ويخطب فيه رئيس الجمهورية ويتناسى حقيقة ما تعيشه البلاد من أوضاع؟ ثانيا يا سيدي، هاوك عندك وزير أملاك الدولة السابق القاضي السابق سي حاتم العشي خرج تدوينة بين فيها بالباء والتاء مختلف المراحل اللي تم قطعها لاستعادة الأموال هذه في نوع من التفاعل مع خطاب رئيس الجمهورية. علاش يا سيد الرئيس ما استدعيتش هالوزير السابق هذايا وحكيت معاه وقلت له وين وصلت وش النجم ونعمله وشنو الخروقات ولا الثقوب اللي معناها حالت بالملف هذايا وتخلي اللجنة تخدم على روحها؟ احنا نخلو به الفايدة الفلوس المنهوبة في وسط تونس وماشيين نفركسوا على فلوس قد تأتي وقد لا تأتي. ثم كما قلنا تشكلت اللجنة خلت تخدم ربي معاها. هات احكي لنا اليوم يا سيد الرئيس ما هي حلولك لبلاد قاعدة تتفكك قاعدة تتحلل؟ ما نعرفش كان اقراه ولا ما اقراش هك الرسالة اللي بعثها له الصادق شعبان زميله في الجامعة وقال له وقت تبدا الدار تشعل فيها النار ما تفركسش على المفتاح، ادخل وجيب سطل ماء ويجا طفي. يا سيد الرئيس تونس تعيش في مرحلة مفصلية، رانا دخلنا في منطقة تو بي اور نوت تو بي، نكون او لا نكون، حاجتنا بيك تطلع تعطينا رأيتك اليوم لتونس كيفاش تراها وكيفاش نجموا نهفتوا شوية نفوس ونمشوا معناها لما هو أسلم من البلاد هذية. يخلي لك هذا الكل ويجي يحكي لك على الشرعية والمشروعية، كلمتين ذوما عنا عام وإحنا لوك 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 والصحيح يجيبوا ربي. يا أخويا اللجنة بدت تخل تخدم على روحها. ربما ربما من وجهة النظر نتاعو هو محمد طرودي رئيس الجمهورية، ومادام نحكيو هذا في صلب صلاحية رئيس الجمهورية، يقول لك ربما جزء من الحل ولو أنه جزء بسيط ضئيل جدا أنه يكون في استرجاع الأموال هذه وخزينة الدولة في حاجة لها، في أمس الحاجة لها. إيش قولك في الكلام هذا؟ مليك في التجارب المقارنة متاع الدول اللي عندها أموال منهوبة الكل نشوفه دولة بدولة على مدى عقد كامل، فماش دولة رجعت 2 و3% من أموالها المنهوبة. تعرف علاش ولا؟ خاطر الأموال التونسية المنهوبة وين موجودة؟ هي تو موجودة في البارادي فيسكو، في الجنات الضريبية في مختلف بلدان العالم. الجنات الضريبية هذه متكونة بخلفية كونها ما ترجعش أموال المنهوب، تخدم بها الأموال المنهوب كما بلدان في الخليج، كما بلدان في وسط أوروبا، كما بلدان كذا. البلدان اللي إجرائياً بأحكام قضائية لا واللي أحكام سي بافري. القضاء التونسي من 2011 عمل البروسيدور الكل على أساس باش ما يتورطش، اما هو يعرف اللي راي عمليه صعبه وصعبه جدا حتى مع سويسرا مثلا، مع سويسرا ومع غير سويسرا، حتى اللي يحب يرجع الفلوس راهو بضغط سياسي كبير. لازم عندك دوله عظمى كيما امريكا كيما الاتحاد الاوروبي كيما انجلترا توقف معاك وتعمل لك باش ترجع 30-40%. انا نخاف الجلسات هذه كله كذا كان مازالت حمله انتخابيه مفتوحه. سيد الرئيس فهمني، سامحني لطفي، حاجه اخرى، فما اطراف خدمت في تونس باش ما يتمش استرجاع الاموال هذه. صار اكثر من اجتماع لا 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 موجوده، وحاتم العشي كشف البعض منها وفما حتى بالاسماء ناس اجتهدت باش ما ترجعش الفلوس هذه لتونس. لكن توا كما قلت انت وصلنا للدقيقه 90، احنا ماذا بينا العالم كامل يقف ويرجع لنا فلوسنا ولو نعرفوا هذا في سابع المستحيلات باش ما نبقاش نهوموا في حاجات ونكذبوا على التوانسه، لانه الاخطر هو بيع الوهم. والتوانسه اليوم اذا قاعدين يطلعوا ويحرقوا في بلادهم لانهم تلقوا وعود تبين انها اوهام. اجبد الفلوس من تونس، واذا جات من برا زيد الخير ما فيها. محمد تروتي كمل، شنو هي الفكره اللي حبيت توصلها؟ الفكره حبيت نوصلها وهذه الارقام اللي في المليارديرات وكذا، فما حتى جهه رسميه تونسيه عندها الارقام الحقيقيه. صحيح، خاطر كجات عندنا فما مليارديرات. صحيح، اما الارقام لا باش ما نبيعوش الوهم. استعادتها نحكي، باش ما نبيعوش الوهم. استعاده الاموال رجعنا 38 ولا 21 مليار من لبنان. من لبنان، من لبنان. طلع ليلى بن علي. حاجه اخرى مالك كما قال لطفي، نحن اون برينسيب نتلهاو بالاموال والبوتنسيال الكبير اللي عندنا في تونس والاموال المنهوبه داخل الوطن باش نجموا وظفوها للدوله.
واضح. ناجي رايك في الكلام هذا، وانا كي قريت بلاغ رئاسة الحكومة الانطلاق في الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية، ما تشوفش شوية مخر هذايا بعد اللي نشوفه فيه توا خاصة في البرلمان، وبدأ ديجا جدل مع قانون المالية التعديلي؟ قبل ما نجاوب هذا على هذا، على قيس سعيد ما قال الناس سيد الرئيس قداش الفلوس هذه، كان مفروض يدقق يقول لنا قداش، لأنه راهو ثم إدارة عامة في وزارة الملك الدولة وفي وزارة المالية معنيين بهالملف هذا، كان مفروض يقول لنا قداش. حتى واحد ما جاوب عليه السؤال حتى قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد. ثم أرقام تقريبية، ثم أرقام تقريبية، وراهو كي يقولوا فلوس الشعب تعود إلى الشعب، هي مش فلوس، مش سيولة فقط راهي مودعة في بعض الحسابات البنكية، في شكل عقارات وفي شكل أسهم في شركات وراو شوف المونتاج فينونسي اللي تعمل لبعض الشركات، معناها حتى نوضحوا، معناها حتى باش ما تفيش الصورة زادة على سذاجتها، معناها يقول لك فلوس معناها كانوا محطوطة شكاير هكا ومش نمشيو نجيبوهم نروحوا بهم نطلعوهم في تونسير ونجيبوهم لتونس. ثم فلوس بلاسي في شركات والمونتاج فينونسي اللي تعمل من اعقد ما فما. عملوه شركات محامات وشركات نتاع خبراء محاسبين دوليين في بلدان اوروبيه، يعمل لك عقود شركات من اعقد واصعب ما فما. وهنا المشكل نتاع القضاء التونسي انه ما وصلش الى اصدار احكام قضائيه نهائيه وباته. اي. باش ويعمل انابات قضائيه وللمطالبه، وهذا مستحيل لانه المتهمين غير موجودين في تونس، وهذا ما طلب به الاتحاد الاوروبي دايوغ. هذا ما صارش، وتلمو المسار القضائي طويل ياسر قعد سنوات. انا اتذكر فما قضيه من القضايا ضربت 4 سنين تقريبا، 4 سنين باش تحكم فيها ابتدائيا وبعد معناها التطور الاستئنافي والتعقيبي. احنا مع حتى طبعا اللي عندنا هوني ما تحكمناش فيه يا ناجي، الاملاك اللي كانت داخل تونس وصدرت داخل تونس مشات في طي النسيان وكلاها جديد وكلاها الغبره ومشات. قديش كنت نتمنى فلست شركات تقريبا، كنت نتمنى نسمع السيد الرئيس او يعيط يعمل لجنه، باهي هكا عمل لجنه هو لاسترجاع الاموال المنهوبه وفيها حتى محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة، أعمل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة من التهرب الضريبي. تعرف قديش عنا فلوس مهربة ضريبية، الناس اللي ما دفعوش واجبهم الجبائي للدولة لخزينة الدولة أكثر من 17,000 مليار. لو كان الدولة ترجع حتى اشترهم اشترهم بركة ترجعهم، تنجم على الاقل كما قال هو تسد العجز منعوا شويه نتاع الميزانيه منعوا شويه. ثم اليوم سامحني، اي باهي الكلام، باهي راهو الكلام المنمق جميل جدا ويدغدغ يدغدغ 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 المشاعر فيه بصراحه، رتيب فارغ من كل حس ومن كل معنى، يعني تكرار لجمل التوانسه وقت اللي يولوا يسمعوها نوع من الارهاق والانهاك النفسي اللي نحسوا به، لانه الكلام الاجوف ما ينجم يصيبك كان بالاحباط. اي باهي حبيت يلزم السيد الرئيس يفهم الحقيقه، حبيت يا اذا هو مش في باله الخطب نتاعو رنانه همش نكمل لك، الناس هذا راهو يلزم يفهم الناس اللي معاه ينصحوه اللي راهو العكس تماما اللي قاعد صاير. راهو تو هالملف هذايا تحدث عليه رئيس الجمهوريه عنده تو تقريبا شهرين ولا اكثر من شهرين، كان من المفروض من شهرين وقت اللي تحدث على الملف وقال باش نعمل لجنه في صلب رئاسه الجمهوريه، كان المفروض من وقتها يمشي مباشره الباس الاكسيون، يمشي مباشره الى البنك، كان اول اجتماع لوضع الاليات. تعرف شنو هي الاليات؟ انك تنشط الدبلوماسيات اللي عندك الكل في البلدان الاوروبيه، اين توجد دبلوماسيات، اين توجد الاموال المنهوبه، في فرنسا، في بلجيكا، في 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 بنما، في في بعض بلدان الخليج. ثم الدوله التونسيه تطالب وتعمل محامين ديزافوكا، مش توانسه تعمل ديزافوكا، لانه الحكايه هذه راهو كما قال احنا اليوم نهار 26 نوفمبر 2020 كما قال محمد
راهو فما دول قاعده تجري مش 10 سنين فما دول علاقه رئيس برئيس بعد 50 عام الفلوس راهو هنا علاقتك انت برواسا بونوك في سويسرا وكيما قال لك ريزوتاج زاده هذا مرواسا بونوك اقوى من رواسا الدول ما يحكيش معاك جمله يا بنتي حكي نحكوا فيها راهي بصراحه يلا محمد رودي نختم معك في الموضوع ملف اقوى دوسي انا ما نحبش لغه الفساد اما ذي اقوى ملف تاع فساد في الجمهوريه الاولى والثانيه وممكن الجمهوريه الثالثه ملف الاملاك المصادره اللي هما بنفس الأهمية نتاع الأموال المنهوبة وعندك هنا فهمتني؟ في تونس وعندك في تونس أخويا الدعوة أعملوا أخويا عندنا ثقة في الإدارة أعملوا أوديت عن طريق هيئة الرقابة العامة لجنة مصادرة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة والكرامة والدينج والعقارية تشوف معناها ضخامة النهب اللي صاير في المؤسسات. نمشي لملف آخر وهو الملف القضائي اللي حكى فيه رئيس مجلس نواب الشعب اللي أكد أنه البرلمان باش يدعم طلب السلطة القضائية في تطوير عملها من خلال صندوق جودة العدالة. سندعم طلب المؤسسة القضائية في تطوير عملها من خلال صندوق جودة العدالة. سندعم هذا الصندوق لسادة القضاة إذ نتبنى مطالبهم ندعوهم وكما ندعو كل الشرائح الشعبية في هذه الفترة من السنة إلى الهدوء إلى التهدئة إلى العمل المشترك في الاعتماد أسلوب الحوار وليس أسلوب تعطيل المرافق العامة. هذا وأكدت الكاتبة العامة لنقابة القضاة التونسيين هالة بندريس أن إضراب القضاة التونسيين هو الإضراب الأول للقضاة من أجل المطالب المادية اللي اعتبرتها مقوم من مقومات استقلال القضاء. نطالب بكل إلحاح في بالترفيع في أجورنا وتحسين كل المنح وجعل القاضي يعمل بأريحية وكنا طلبنا باش تكون أجورنا مطابقة للمعايير الدولية لاستقلال القضاء. لم يقع اتفاق بعد مع الحكومة بخصوص هذا الأمر، لازلنا في مرحلة مفاوضات، الإضراب لا يزال متواصلا ومازلنا باش ناخذوا القرارات خاطر ما نجمش نقول أن قرار من عندي كاشي بعد رجوع للهيكل وهو نقابة القضاة التونسية. من جانبه اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة أنه إضراب القضاة هو تعدي صارخ على الحريات البسيطة والأساسية للمواطن لما فيها من تعطيل لمصالح عدد منهم وشدد على أنه الإضراب هذايا غير جائز ولا يصب في مصلحة الوطن ويهدد السلم الاجتماعي. مرفق القضاء ومرفق العدالة الذي يمثل يعني الطمأنينة لدى عامة المواطنين وخاصة المتقاضين يعني أن تعطيل هذا المرفق طوال هذه المدة هناك مساجين موقوفين في السجون ينتظرون المحاكمة ربما عندما يمثلون من المحاكم يقع الإفراج عنهم وهذا تعدي صارخ على الحريات البسيطة للمواطنين على الحريات الأساسية على الحقوق الأساسية فضلا على أن هناك العديد من المتقاضين الذين ربما يعني قدموا من الخارج قصد يعني القيام بإجراءات معينة ويجدون أن هذا المرفق معطل لم يقع التفكير فيه. هذا الفصل 105 من الدستور يؤكد على أن مهنة المحاماة هي شركة في قمة العدل ونحن لم نستشر في هذا الأمر ولم يأخذوا بعين الاعتبار موقفنا. إذن نعتبر أن هذا الإضراب ونؤكد أن هذا الإضراب هو أمر غير جائز ولا يسب في مصلحة الوطن بل أكثر من ذلك هو يهدد السلم الاجتماعي. نختم بتصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اللي أكد أنه المجلس يتصرف في حدود ما منح له من اختصاص وفق القانون في مسألة محتوى التسريبات الواردة عليه. القضاء يتصرف في حدود ما منح له من اختصاص وفي حدود الإجراءات المسموح بها وتصرفنا فيما عرض علينا طبق القانون في مسألة التسريب عهدنا أو محتوى التسريبات عهدنا النيابة العمومية لفتح الأبحاث الجزائية اللازمة في مسألة رفع الحصانة انظرنا في رفع الحصانة وقررنا رفع الحصانة على الرئيس الأول محكمة التعقيب في أحد الملفات وتأخير ملفين لاستكمال الوثائق ما تعهدناش بمطالب في رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق المحكمة الابتدائية بتونس
والابحاث الجزائيه قلنا انه احنا عهدنا النيابه العموميه، اذا كان النيابه العموميه رات انه ضروري رفع الحصانه اكيد ستوجه مطلب في رفع الحصانه عليه، لكن الان ما عندناش مطالب رفع حصانه عن السيد بشير العكري. لم يحدث ان احلت شكايات على التفقديه العامه للشؤون القضائيه مثل ما احلتها في السيد بشير العكري. ما هذا كبير اليوم يشهد سلك القضاء او يشهد القضاء التونسي والمواضيع متعدده، من اضراب، من اللي موافق عليه، من اللي مش موافق عليه، وما زالت التداعيات ايضا متواصله لتصريحات الرئيس الاول لمحكمه التعقيب بعد الحوار الخاص اللي خص به برنامج غونديفون. انا مستغرب له الحقيقه، علاش طبعا مع مساندتي للمطالب، المطالب القضاة، مستغرب علاش اللجوء مباشرة إلى الإضراب. إضراب مش بنهار، إضراب بخمس أيام، ثم التمديد في الإضراب، والله أعلم وين مش يوصل. وتعرف اللي حالة المحاكم اليوم يعني حالة بائسة جدا. ميزيريا يعني خليت معناها حتى المحاكم معناها يضرب بها المثل في معناها ما نحبش نقول كلمة أخرى، يعني في البؤس اللي يشوفوا فيه المتقاضين كل يوم يوميا، زادها بؤس اضراب اعتصام كتبت واعوان المحاكم اعوان وكتبت المحاكم مش نحكيوا عليها بعد شوي في المحاكم. يعني قطاع العداله وسلك العداله اليوم معطل. اللجوء الى الاضراب كاخر شكل من الاشكال الاحتجاجيه يبدو لي خطا، كان مفروض الدخول في تفاوض. ونسمعت حتى رد الحكومة، معناها رئيس الحكومة رافض أي زيادة بدعوى أنه اليوم الدولة إمكانياتها لا تسمح بأي زيادة، قال لهم حتى 50 دينار مانيش قادرين معناها باش نعطيوها لكم. اللي قاله السيد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنا الحقيقة نحط عليه بعض نقاط الاستفهام، لأنه البيان اللي خرج عن المجلس بعد اجتماعه بعد الحوار اللي أجراه الرئيس الأول والكلام اللي قاله والتصريح اللي أدلى به السيد بشير العكري من وكيل الجمهورية السابق، كان مفروض البيان يكون واضح ويحط نقاط الحروف. البيان خلى افتح الباب لحالة من الغموض في أي ملف رفعت الحصانة عن الرئيس الأول محكمة التعقيب. مش واضح، مش واضح، مش واضح، مش واضح، ما حددش. وعليش تعهيد النيابة العمومية بالتحقيق في اي تهمه في اي قضيه، ثم المجلس الاعلى للقضاء واضح ما تحدثش. انا كنت نستنى في الرئيس الاول رئيس المجلس الاعلى للقضاء انه يثير علاقه التفقديه بالمجلس الاعلى للقضاء، لانه ملاك خليني نقول ما نساش معلومه وانا مش ننهي، ثم حاله من الصراع بين ثم براد فار بين التفقديه ودورها في مراقبه عمل القضاة وفي والبت في التشكيات اللي تجي في القضاة والمجلس الاعلى للقضاء اللي هو تقريبا يتقاسموا الزوز نفس الصلاحيات. محمد ترودي، انا موضوع اخر باش نمشي فيه معك، صندوق جوده العداله اللي اعلن عنه راشد الغنوشي رئيس البرلمان، شنو باش تكون الغايه منه؟ وقال باش ندعموا يذول باش يدفع كوتيزاسيون، هو كرئيس مجلس كان باش يدعموا ودعموا في اطار مبادره تشريعيه قدمها رئيس الجمهوريه لتطوير عمل السلطه القضائيه. لتطوير عمل السلطه القضائيه. يظل منحة سياسي لطف مع القضاء إجرائيا وعمليا، رئيس المجلس نجم يعاون في إطار سن قانون مش هو يسنه بالتأثير على الكتل النيابية وأصور شكون صاحب المبادرة، ولكن ممكن تلطيف وكذا خاطر ما بيناتنا ملاك تكلموا بصراحة. على فكرة حتى شخصية اليوم حضرت من الجهات الرسمية، لا وزير العدل لا حد علمي ولا يظل لجنة التشريع العام. لا يحكي محكومه ملحكومه اي نحكي على السلطه التنفيذيه حتى شخصيه اليوم ما جات يعني ممثل للسلطه التنفيذيه ملاك قضاء اليوم خرجت النقابه اعلنت ثلاثة ايام اضراب اللي في القانون الاساسي نتاعها عند الحق تعلن الاضراب خرجت وراء الجمعيه اعلنت خمسة ايام اللي ممنوع عليها تعلن بعد ولا خمسه هما بيت خرجوا كتبت المحاكم شلوا سكروا المحاكم ببين تاع المحاكم هنا نقطه استفهام كبرى والمتقاضين هذا مرفق اساسي في البلاد وهذا اللي يعبر عليه عميد المحامين دايما شنو ذنبهم المتقاضين والمحامين اللي هما طرف اساسي واعضاء في المجلس الاعلى للقضاء شنو دورهم؟ مشكل سامحني في وضع كما تعيشوا البلاد اليوم وضع وبائي وضع اقتصادي معناها وبلاد على شفا الانفجار نمشيو توا للمنحه هذا واضح صراحه
هو تعودنا كلامك صحيح، تعودنا انه الجدل يكون سياسي في البرلمان في لكن المره هذه الخلاف العميق وعميق جدا في القضاء التونسي اللي هو هيبته من هيبه او هيبه الدوله التونسيه ايضا من هيبه القضاء نتاعها نقطة استفهام كبيرة. أنا باش نمشي في رأي مخالف صراحة لمحمد وناجي، أنا نرى أنه صحيح كي نحكيو على مصالح المتقاضين، المتقاضين راهو باش تبقوا موجودين ما دمنا على وجه هذه الأرض، وبالتالي إذا باش نستناو أنه ما نعطلوش ربما مرفق القضائي باش يبقى في حالة مأزومة مدى الحياة. إحنا اليوم تحل للملف يلزم ما يرجع القاضي الا ما يتسكر الملف، ومش معقول يطلع رئيس حكومه يقول ما نجم نقدم شيء. امس في الايام طلعت للولات واعطيت كل ما يمكن انك تعطيه الوالي باش يحس بالاستقلاليه ويحس بقدرته على ممارسه مهامه في افضل الظروف. اليوم كما قلنا عندنا عدد محدود جدا من القضاة في قطاع مأزوم نتهموا فيه ونحملوا فيه فعليا كل الاثام اللي قاعده تمر بها البلاد، وبالتالي من حقه عليك القاضي باش يقول لك وفر لي الحد الأدنى من أساليب العيش وأساليب العمل، من بعد تولي المحاسبة قوية مع القاضي إذا خرج على مبدأ العدالة. دونك اليوم تحل الملف لا فايدة باش نعملوا شطر طوية، يلزموا نمشوا فيه للآخر وتتم الاستجابة للمطالب، وماهيش مطالب مستحيلة. وهنا نقول السيد راشد الغنوشي يكفي من أنه السياسي اليوم يحكي على القضاء وكأنه يتحدث على منا اليوم علاقة القاضي بالسلطة التنفيذية فقط، يكفي من تدخل السياسيين في القضاء. كل ما تحدث على الصندوق ما عادش بمفهوم الصندوق لاكاس، ولينا نحكوا على الصندوق كوم لو سيركوي. دونك خليوا القضاء مع السلطه الاولى في البلاد، ويبعد راجل الغنوشي وغير راجل الغنوشي، ما ثم ناس وصلت القضاء للحاله هذه الا السياسيين امثال راجل الغنوشي وغيره. باش نخرج بينا لطفي العماري من القضاء ومن المشاكل هذه، اختيار الصوره الليله عند لطفي العماري. اختيارك لطفي ليله الصورة. ربي يهديك. من موضوع الموضوع أن يزيدك الموضوع واحد آخر. لما حالة هو القلوب حزينة عليه ربي يرحمه. أي من تونس الأرجنتين. وقت نحكوا على مارادونا معناها على الاسم هذا اللي احنا حلينا عيننا عليه وكبرنا معاه، هو تقريبا من الجيل نتاعنا، معناها اش نجموا احنا نقولوا بعد اللي اتقال الكل على مارادونا ليكيب هذولي قالت لا مور دو جو جو فوتبول. رب الكرة في تونس، أكيد أنه الدنيا ولادة وباش تتخلق مواهب أخرى، هذا صحيح، لكن السيد هذا هو الكوارجي البوهيمي اللي خرج من الحومة الشعبية، وأكيد أنه لعب الكرة بالبلاستيك ولعب الكرة نتاع الكاغت، وهذاك علاش طلع معناها كوارجي فنان على شوية هبلة. يعني كي تشوف ميسي تشوف نوع من الانضباط، لأنه 15 سنة غادر الأرجنتين ومشى عاش في نظام احترافي، حوله إلى مواطن إسباني، ما بقاتش فيها كالروح اللاتينية اللي تلقاها عند هذايا المجنون والمقرب. أنا سمعت وفاته حسيت كأن الكرة الأرضية هي اللي تفشت. تعرف بالنسبه للارجنتينيين هذا يتسمى تقريبا يعني شو نقول لك، ايفا بيران اللي هي المراه اللي عشقها الشعب الارجنتيني من الاول كرهها كره كبير، مراه جايه من الاحياء الشعبيه وصلت تزوجت معناها خوان بيران رئيس الارجنتين، لكن اللي عملته مع الشعب يعني خلاها معبوده الجماهير وخرجت لها اكبر جنازه في تاريخ الارجنتين. اليوم هذه النسخه الذكريه من ايفا بيران، وتو ترى اللي الجنازه نتاعو باش تكون تقريبا استثنائيه. باش نقول وداعا ايها الفنان الكبير، واملنا انه تونس تجود لنا نهار فنان كما مارادونا اللي عنده اكثر من حكايه مع يد الله. والعالم الكل تقريبا حزن عليه. اديو مارادونا رحمه الله عليه، وايقونه ايقونه غادرتنا في 2020 هالعام الصعيب هذا، الله لا تعودوا علينا. بقيه المتفرقات الوطنيه والدوليه في رونديفو نيوز، من بعد نستقبل نبيل بلعم مدير عام مؤسسه امغاد كونسلتينغ. تم تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، إلى جانب تسجيل 48 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2983 وفاة وفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الصحة.
أكد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم أنه تم الترخيص في 1375 خطة بصيغة التعاقد لمدة سنة غير قابلة للتجديد، منها 300 طبيب و811 إطار شبه طبي و264 عامل بكلفة جملية قدرها 41 مليون دينار غير مدرجة بمشروع الميزانية لسنة 2021. خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي، أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن التعاون بين تونس والمنظمة يأتي لدعم الوجهة السياحية التونسية على المستوى الدولي، خاصة بعد أزمة الكورونا العالمية، لما يمثل هذا القطاع من دور محوري وحيوي على الاقتصاد، وذلك حتى تحافظ تونس على مكانتها كأفضل الوجهة السياحية في العالم. صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم على تقريرها المتعلق بمشروعي قانون المالية لسنة 2021 وميزانية الدولة لسنة 2021 بإجماع الأعضاء الحاضرين. أكدت القنصلية العامة التونسية بطرابلس اليوم أن مصالحها أتمت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق سراح 19 مواطن تونسي تم إيقافهم خلال الأيام الأخيرة من قبل السلطات الأمنية الليبية في إطار تصديها لعملية الهجرة السرية، وتولت البعثة صباح اليوم تأمين عودتهم إلى أرض الوطن عبر معبر سجدير الحدودي. في الشأن الدولي، توفي فجر اليوم زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السابق الصادق مهدي عن 84 عام إثر إصابته بفيروس كورونا وفق ما أعلن عنه حزبه في بيان. قضت محكمة تركية اليوم بالسجن المؤبد على قرابة 500 متهم بينهم جنرالات وطيارون بعد أن أدانتهم بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016. سعيدة جدا باستقبال نبيل بلعم مدير عام مؤسسة إمغود كونسلتينغ. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. نبيل بلعم، اللي باش نحكيو على البارومتر السياسي، لكن تحكينا شوية حتى على الوضع الصحي في فيما بعد. نبداو يلا البارومتر السياسي المنهجية كما العادة لشانتيون، كيفاش تم اختيارها؟ دونك كالعادة المنهجية قمنا بها هي على طريق الهاتف، يعني بالكتي، على عين تمثيلية تمثل شرائح المجتمع التونسي في كل المناطق الجمهورية، كل الأعمار وكل المستويات، يعني من ناحية المستوى التعليمي، كذلك من ناحية يعني الجنس، يعني كل اللي مثلوا يعني العينة تمثل المجتمع التونسي بكل أطيافه، وكلهم بطبيعة الحال مسجلين في سجل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. البارومتر هذا قمنا به في الفترة التي تتراوح ما بين 23 و 25 نوفمبر الجاري، دونك وقع تصميم العينة وفق المنهجية الإحصائية اللي نقوم بها على هامش خطأ يتمثل في 2.7%. به نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول يخص تقييم أداء الرؤساء الثلاثة، كيفاش تقيم أداء قيس سعيد ونحكيه على المشيشي ونحكيه على رئيس البرلمان رشل الغنوشي؟ يلدرى أنت راضي برشا، راضي إلى حد ما، مش راضي إلى حد ما، ولا مش راضي بالكل؟ كيفاش كانت الإجابة؟ الإجابة كانت أعطت يعني تراجع كبير بالنسبة لرئاسة الجمهورية، بالنسبة للسيد رئيس قيس سعيد. وهنا الأرقام اللي تشوفوا فيها قدامكم هو مجموع راضي برشا وراضي إلى حد ما، يعني التوانسة اللي راضين على أداء الرؤساء الثلاثة. لقينا أنه بالنسبة لسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية تراجعت نسبة الرضا اللي كانت 49% في شهر أكتوبر ولات 36%، وهو تراجع كبير. لقينا سيد هشام المشيشي زاد نقطة، وهو تقريبا يقعد نفس النسق 20% وإلى 21% في شهر نوفمبر بالمقارنة مع شهر أكتوبر. والسيد رشل الغنوشي كذلك تراجع بنقطتين، 11% نزل إلى 9% في شهر نوفمبر. هذا بالنسبة لتقييم رؤساء الثلاثة. طيب، يعني نوايا التصويت بالنسبة للتشريعية والرئاسية؟ السؤال كان لو فرضنا أنه الانتخابات التشريعية باش تكون غدوة، شكون الحزب ولا القائمة اللي باش تنتخبها؟ نذكر كالعادة وأنه سؤال تلقائي، ما نقترحوا حتى اسم حزب بالنسبة للمستجوبين والمواطنين اللي نكلموهم. لو فرضنا الانتخابات التشريعية تكون غدوة، شكون الحزب ولا القائمة اللي باش تنتخبها؟ نلقاو أكثر حزب تحصل على نقاط هو الحزب الدستوري الحر بنسبة 38%، وهنا سجل تقدم بخمسة نقاط بالمقارنة مع شهر أكتوبر. ثم نلقاو حركة النهضة بنسبة 19%، وهنا سجل تراجع بثلاثة نقاط بالمقابل مع شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الفجوة زادت هنا ما بين الحزبين اللي عندهم في المرتبة الأولى والثانية.
ثم نلقاو القائمات المستقلة هي زادة كذلك تحسنت 9 نقاط بالمقارنة مع شهر أكتوبر كانت 6 نقاط، يعني تقدم ب3 نقاط لهنا. ثم نلقاو كحزب يعني في المرتبة الثالثة حزب قلب تونس 8 نقاط، كان 7 نقاط في شهر أكتوبر. ائتلاف الكرامة نفس النسق 5 نقاط. التيار الديمقراطي تراجع بنقطة 4 نقاط، كان 5 نقاط في شهر أكتوبر. حركة الشعب 2 نقاط، كان 3 نقاط في شهر أكتوبر. في وتحيا تونس 2 نقاط، كان 3 نقاط. وحزب صافي سعيد قاد نفس النسق 2 نقاط، مع العلم أنه 68% راه ما صرحوش عن نوايا التصويت نتاعهم. واضح. نمشيو للرئاسية. إذا كان الانتخابات الرئاسية باش تكون غدوة، أنا هي الشخصية السياسية اللي باش تنتخبها؟ بالنسبة للانتخابات الرئاسية نفس الشيء، لا ما ثماش اقتراح لحي لأي اسم من الشخصيات الموجودة. وبالتالي فإن الجواب التلقائي كان في المرتبة الأولى سيد قيس سعيد 42% من التوانسة اللي صوتونه إذا كان يكون الانتخابات الرئاسية غدوة، وهنا سجل تراجع يعني ب6 نقاط بالمقارنة مع شهر أكتوبر. ثم لقاو السيدة عبير موسي 19 نقطة تقدمت ب4 نقاط بالمقارنة مع شهر أكتوبر، كانت 15 في شهر أكتوبر. وسيد صافي سعيد 9 نقاط تحسن بنقطتين، سيد نبيل القروي 6 نقاط تحسن بنقطة، سيد عبد اللطيف المكي 6 نقاط تحسن بنقطة، سيد عبد الفتاح مورو سجل هنا ظهور يعني 3 نقاط، ما كانش يظهر في شهر أكتوبر، هنا ظهر 3 نقاط. سيف الدين مخلوف نفس النسق 2%، مصر مرزوقي 2% نفس النسق، محمد عبو 2% كان نقطة، وسيد يوسف شاهد نقطة في نفس النسق. هذا بالنسبة نوع التصويت إذا كان يكون الانتخابات الرئاسية غدوة. وساشون كو 55% ما صرحوش بنوايا التصويت، 55% كذلك ما صرحوش على نوايا التصويت نتاعهم. نجيو للي مقلق الناس توا واللي يهمهم، مؤشر الأمل الاقتصادي. اللي مقلق الناس بالحق لهنا المؤشر هذايا سجل يعني أرقام شبه مفزعة، لأن أول مرة تحصل نسبة التوانسة اللي ذراوا أنه الوضع الاقتصادي قاعد يتدهور تحصل على نسبة عالية تمثل 84% من التوانسة. يعني الرقم هذايا من منذ بداية المؤشر هذا اللي بدينا فيه في أواخر 2012 إلى يومنا هذا، عمر ما وصلت التوانسة 84% من التوانسة يروا أنه الوضع الاقتصادي ماشي يتدهور. في المقابل 10% فقط من التوانسة يروا أنه الوضع الاقتصادي ماشي يتحسن، وهي كذلك أضعف نسبة اللي لقيناها في البارومتر نتاعنا هذايا منذ بداية قياس المؤشر هذايا في 2012. مؤشر حرية التعبير الآن مؤثر. مؤشر حرية التعبير هو السؤال اليوم من أكثر المكاسب اللي تحصل عليها التونسي بعد الثورة ومكسب حرية التعبير، يعني ترى مهدد برشا بالخطر، مهدد نوعا ما ولا مش مهدد بكل. نسبة التوانسة اللي راها مهددة تمثل 43%، هنا تراجعت ب3 نقاط بالمقارنة مع شهر أكتوبر كانت 47%. مؤشر الخطر الإرهابي كان سؤال أيضا حول مؤشر الخطر الإرهابي، هي نسبة التوانسة سؤال يندرى تراه أنه تهديد الإرهاب في تونس عالي برشا، عالي منخفض ولا منخفض برشا. نسبة التوانسة اللي روى أنه تهديد الإرهاب عالي تمثل 28%، تراجعت ب3 نقاط بالمقارنة مع شهر أكتوبر كانوا 31%. الوضع هنا خير شوية من ناحية السلم ومعناتها الأمن، مسألة الأمن والأمان. التوانسة متفائلين ولا متشائمين نبيل بلعم؟ التوانسة متفائلين ولا متشائمين، معناتها هو حوصلة على اللي صار، معناتها على المؤشرات والمزاج متاع التونسي. كذلك راهو أنه نسبة التوانسة المتشائمين طلعت لـ 51%، وهي أعلى نسبة زادة متاع التوانسة المتشائمين في الوقت اللي المتفائلين 43%. لهنا كنت تفكرش ملاك الشهر اللي فار اللي تعدى وقت اللي قدمت المؤشر هذايا، قلت لكم أول مرة في بداية قياس يعني التفاؤل والتشائم عن التونسي لقينا نسبة التوانسة المتشائمين تفوت نسبة التوانسة المتفائلين في الشهر اللي فات. الشهر هذا تأكدت المعطيات هذية، سيتي با ان اكسيدون، يعني الشهر اللي فات يعني التندونس هذية ماشية مع الأسف وتزيد. نسبة التوانسة المتشائمين قاعدين يزيدوا يعني كل شهر وشهر، وهذا مربوط اساسا بشنو؟ هذا يعني الوضع الاقتصادي وزيد الوضع السياسي بطبيعه الحال، عدم الاستقرار يعني هذا هو اللي السياسي هو اللي خلى الوضع الاقتصادي يزيد يدهور، وهذا يرى فيه التونسي، هذا اللي عبر عليه في المؤشرات هذه. معطى جديد نتاع الوضع الصحي، الوضع عنده كذلك جسم. عنده كذلك الوضع الصحي عنده تاثير في التشاؤم والتفاؤل، ولكن اذا كان نربطوه
ديريكتومون بالتفاؤل والمؤشر التفاؤل والتشائم الاقتصادي نلقاه الربط تقريبا واضح، لان حتى قبل يعني في الوضع الصحي والكورونا وكل شيء تعدينا عليها من مارس وحتى في جويليا وقت اللي كان يعني نسبه التخوف تنشوفوها تو نسبه التخوف نتاع التوانسه من الكورونا كانت عاليه، ما وصلناش نسبه التفاؤل والتشائم نتاع التوانسه اللي شفناها في الشهر هذا والشهر اللي فات. وفي محل سؤال لطفي العماري هزنا السؤال اللي انتم بيتكم طرحتوه في سبر الاراء هذا على الشارع التونسي فيما يخص الوضع الوبائي اليوم. بطبيعه الحال فيما يخص الوضع الوبائي هو ثم كذلك ثم سؤال توا قاعدين نطرحوا فيه ديما تخوف التونسي على مرض دونك الكورونا، يندرى تحس نفسك متخوف برشا، متخوف الى حد ما، مش متخوف الى حد ما، ولا مش متخوف بالكل. نسبه المتخوفين كان نشوفوا في في الرسم هذاك كيفاش كانت في شهر مارس 32%، طلعت طريقة مفاجاه في جويليا 74، واضح هذا لان وقتها كان يعني فتحت الحدود والتونسي كان في باله اللي الامور معناتها ما عادش في كونفينمون وخروج في الصيف والافراح وفجاه طلع يعني يعني النسق نتاع الكورونا تخوف برشا. بعد قعد 70% في شهر سبتمبر 68% في شهر اكتوبر نسبه التوانسه المتخوفين من الكورونا، وتوا في شهر نوفمبر نزلت شويه 54%، والشيء اللي خلاها تنزل شويه بالمقارنه مع شهر اكتوبر هو كل ما هو قاعد يتداول توا فيما يخص لقاح ضد الكورونا، خلى التونسي اليوم دونك ربما اقل 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 متخوف. السؤال اللي بعده هذا علاش خلانا اليوم نسالوا نطرحوا السؤال التالي للتوانسه. في الايامات الاخيره اعلنت عده مخابر انها عثرت على لقاح ضد كوفيد 19، يندرى تعتقد ان هذه خطوه حاسمه في التغلب على الفيروس والا لا؟ نلقاو 59% يراو نعم، و 30% يقول لك لا، و 11% ما عندهمش راي. بالتالي نشوفوا هنا وقت اللي يراو انه اللقاح هذايا هو باش يتغلب على الكوفيد، هذاك علاش نسبه التخوف تقلصت شويه، ولا عنده امل ربما باش يتعدى الازمه هذه. والسؤال اللي يداول برشا توا حتى في الساحه العالميه وفي كل البلدان على التلقيح، هو على اللقاح هذايا إذا كان يتوفر لقاح في تونس ندرى أنت شخصيا تلقح وإلا لا؟ لأن برشا عباد بالنسبة لهم سي با ايفيدون، ما ثم تخوفات وثم برشا حاجات، ونلقاو التوانسة اللي يقولوا أكيد نلقح تمثل 34%، اللي يقولوا ربما نلقح سي با سيور تمثل 23%، اللي يقول لك ربما ما نلقحش 8%، واللي يقول لك أكيد ما نلقحش 28% و7 في المياه ما عندهمش راي، معناتها مازال ما يعرفش. وبالتالي فان نسبه التوانسه اللي 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 لقحوا تمثل 57%. هذايا ملاك لو كان نقارنوا الارقام هذه بما هو في العالم مثلا، اي نلقاو مجموع اللي 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 لقح في فرنسا تمثل 51% مثلا، 49% ما يلقحوش. في بعض البلدان الاخرين اللي تشبهنا شويه مثلا المغرب 50% يلقحوا 50% يقول لك ما لقحوش، رغم اللي في المغرب تداول برشا قضيه اللقاح لان قاعدين بتجربه في يعني فاكسان شينوا وماخذين عينه تمثل معناتها عينه كبيره من مواطنين المغاربه اللي هما ايزون ادمينستري لو فاكسان هذوما، والخبر يتداول واللي في صار ديسمبر باش يلقحوا، وبالتالي فان مواطن مغربي على اثنين يقول لك ما نلقحش، احنا ناس 57 وبالتالي فهو ايجابي نوعا ما، والتوانسه يعني عندهم ثقه في الـ في الـ في الـ في الفاكسان في الفاكسان هذا ودونك ان شاء الله ما نجموش ما نعلقوش على الارقام هذه والمؤشرات هذه، وناخذ تفاعلاتكم. لطفي العماري نبدا معاك، يمكن قراءه سريعه في الارقام والمؤشرات الوارده في سبر اراء امغاد كونسلتينغ. مثلا كي ناخذ سؤال حول نوايا التصويت للانتخابات التشريعيه، نلقاو الدستوري الحر في المرتبه الاولى ب 38%، وكي نعملوا الحسبه نلقاو حركه النهضه ب 19%، يعني تقريبا 19.2 ضعف السكور اللي عند حركة النهضة، وحتى يعني يتفوق بالحزب الدستوري الحر على النهضة وقتنا في الكرامة وقلب تونس متجمعين كل مع بعضهم. فعلا يعني كيفاش تفسر هذايا؟ كيفاش تحلوا؟ أرقام كبيرة كما نقولوا احنا أقل ما يقال فيها، لكن يبدو أنه زاد حركة النهضة بصدد دفع ثمن الصراعات اللي قاعدة تشق فيها. الصراعات هذه ما عادتش مخفية حتى على قواعد،
حركة النهضة، فما بالك بغيرهم. والحركة اللي بنت السردية نتاعها الكل على الانضباط وعلى التكتم وعلى اليد في اليد وروح الجماعة، اليوم نشوفوا الصراع بين قياداتها وصل إلى حد التراشق بالتهم، كلام كبير قاعد يتقال. يكفي باش تذكر واحد كيما في يعني عبد الحميد إجلاسي يخاطب راشد الغنوشي وحركة النهضة ويقول لهم يكفيكم، ما عادش تلقيوا تهم على عبير موسي وعلى الإمارات، هذه شماعة لإخفاء الفشل متاعكم. يعني سقف معناها التهم كبير وكبير ياسر. هاو نشوفوه معناها أكيد أنه من العناصر اللي قاعدة تأثر تأثير كبير على حركة النهضة. الوضع العام في البلاد زيادة تونسي يعرف اللي النهضة حكمت بالشكال والعقال، فالعشر سنين هذوما كانت دائمة التواجد. وكي نشوفوا احنا شنو هو الحصيلة بعد عشر سنوات، عندك بلاد تقريبا قاعدة تشتعل في كل أنحاء، خيبة أمل كبيرة، وباء تفشي. دونك أكيد أنه التونسي بطبيعة الحال يمشي للخطاب اللي مازال موجود في المعارضة واللي تتبنى فيه عبير موسي. وبطبيعة الحال فهم اللي الإسلام السياسي بصفة عامة تيقن التونسي أنه ما عندوش حلول ينجم يقدمها للبلاد، قد يكون قوته في المعارضة، لكن عندما يجي دوره في البناء شفنا على امتداد عشر سنين إنجاز تقريبا صفر إنجاز. محمد ترودي، لكن التونسي ما زال يحافظ على نفس الثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي حافظ على المرتبة الأولى في سبر الآراء، ولو بتراجع بطفيف، تراجع طفيف مقارنة بأكتوبر 2020، تليه ديما عبير موسي، لكن ظهور أيضا شخصيات ما كانتش قبل كما مثلا عبد الفتاح مورو. بالنسبة للتراجع اللي شهده سبر الآراء في شخصية رئيس الجمهورية اليوم، تراجع ممكن نقيسوه على شهر نوفمبر، ما كان نرجع 6 أشهر تالية ماشي و يعني فما قرابة 15 ولا 20 نقطة، كان في مستوى 65% هكا ولا تو في مستوى 2%، كانوا يقولوا نجم ينجح من الطور الأول تاع الانتخابات، اليوم ولا في حاجة إلى طور ثاني في الانتخابات. هذا السبب الرئيسي بتاعه هو السيلونس راديو، هو السكوت تاع السيد رئيس الجمهورية، لازم يخرج يتكلم يحكي مع التوانسة، فهمني، يحط روحه في مستوى في معناها في مرحلة التقييم. ظهور أنا نتصور بالنسبة لرئيس الجمهورية معناها الصبر اللي راه في شخصية رئيس الجمهورية ماهيش بالأهمية كما الانتخابات التشريعية. معناها نتصور كان سؤال غير تلقائي وخرجنا شخصيات أخرى، فهمتني، ممكن كانت نجم تكون عندها برشا حظوظ أكثر من بعض الشخصيات اللي موجودة في التابلو هذا. والتونسي مثلا لانتونسيون دو فوت مثلا فنان ولا فهمتني لانتونسيون لانتونسيون دو فوت بالنسبه للتونسي في الانتخابات الرئاسيه، راهو كل ما تقرب الانتخابات مع انطلاق الحمله وقتها يوريك وين ماشي هو عند انطلاق الحمله الانتخابيه. ولكن تو نشوفوا اللي هذا ينجم ياكد اللي التونسي حسم في السياسه وحسم في الطبقه السياسيه. شوفوا في نفس الشخصيات هي بدات تتداول، دونك ما فماش اسبريم تاع الكرياسيون، ما فماش اهتمام اليوم بالعمل السياسي ولا بالشخصيات العامه. نختموا بقراءه ناجي الزغيري لكل هذه الارقام والمؤشرات، كيفاش تشوفها؟ لا مانيش باش نركز برشا على النسب المتعلقه بالانتخابات الرئاسيه والتشريعيه. شنو اللي شد انتباهك اذا؟ لانه الحقيقه كي نشوف الصوره معناها في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعيه، مره اخرى نسقط في سيناريو الاستقطاب الثنائي اللي عشناه في 2014، عودنا الحقيقه عشناه لكن باطراف اخرى الغالب، وذا حسب تقديري معناها وضعية مقرفة جدا، أنه نلقاو روحنا قدام زوز قوى سياسية من أقصى من اليمين إلى الحزب الدستوري. أنا مش نتحدث على النسبة المرتفعة جدا متاع التوانسة المتشائمين اليوم، اللي في حاجة ليه التوانسة في تقديري، وإن شاء الله سينابيل النهار يخمنا في صبر آراء شنو يحبوا التوانسة، يعني أو كيفاش يراو النهوض بالوضع الاقتصادي. صحيح هو عرفنا توا اللي فما 51% متشائمين و43% متفائلين، لكن 84% يراو اللي الوضع الاقتصادي متدهور. علاش؟ كيفاش يراو فيه؟ الصورة اللي من خلالها التوانسة
يراو اللي الوضع الاقتصادي متدهور. هي الصوره اللي نعطيو فيها احنا، تعطي فيها وسائل الاعلام واللي يعطيو فيها السياسيين. احنا منين جبناه مثلا وسائل الاعلام؟ منين جابتها؟ هو احنا بدنا راهو مراه تعكس ما هو موجود. احنا ما نفتعلوش وما نختلقوش حاجه. دونك احنا بدنا نتمنيو نقدموا تكون الارقام افضل والوضع احنا بدنا محبطين. راني يمشي يقضي وقتها يعرف الوضع الاقتصادي متازم ولا مش كي اسمه مالك بكاري ولا انا ولا انت. لا لا قف فهي تقول له اموره تعبه عايش الواقع المواطن برا. لا لا متفقين لطفي، مش نحكي على 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 مصادر. يجب تزيد انت تحملنا المسؤوليه في تازم الوضع الاقتصادي. لا لا كلامي واضح ومفهوم لطفي. ما يعني المواطن التونسي اليوم على درجة من الوعي ويعرف يقيم جيدا الوضع الاقتصادي. اسكو احنا ماشيين للهافة كما قال الراجل والا مازلنا معناها تقصد الهاوية ولا اي 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 بي الحاوية اللي معناها قديش تمنيت معناها من شركات صبر العراق يسألوا المواطن التونسي كيفاش يراو هالإصلاح الاقتصادي، شنو هي الأولويات؟ لأنه ديما نطرحوا السؤال على الفاعلين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين. وشاك فوا معناها وين يكون فما تكون فما مناسبة للحديث على حوار اجتماعي اقتصادي واقتصادي يستثنى منه المواطن. شكون اللي يعطي التوصيف؟ هما الفاعلين. ما تعطاتش الكلمة اليوم للمواطن اللي حبذا لو صبر أرى في شكل استفتاء عام التوانسه. خلينا هذا اقتراح مباشر على المباشر لنبيل بلعم. استفتاء انتخابي راهو على معنى القانون الانتخابي وعلى معنى الدستور. لا صبر اراء توانسه شنو الاولويات اللي راوها؟ شنو هي الاصلاحات العاجله اللي ما تستناش؟ اللي ما تستناش. عندك سؤال لطفي؟ انا نحلم من عند سي بلعم وحتى حسن الزرقوني يعملوا لنا استفتاء في سؤال واحد. تو نسالوا في التوانسه شكون تنتخب اذا تعاود الانتخابات؟ شكون الرئيس؟ شكون الحزب؟ شكون التشائم والتفائم؟ انا عندي سؤال واحد. تسالوا التوانسه شكون مسؤول على الحاله اللي وصلت لها البلاد اليوم؟ خليهم يقولون مجلس نواب الشعب، رئيس جمهوريه، رئيس حكومه. اطرحوا السؤال هذا اذا ما كومش خايفين من السياسيين. اعطونا الحقيقه هذه، عندكم الشجاعه باش تطرحوا السؤال هذا وتعطونا بالاسماء والا لا؟ سي لطفي لا 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 ظهر في نختم هذه حاجه واضحه وصريحه. جاوبنا نبيل بلعم نتاعك تجاوب على نوايا التصويت في الرئاسيه والتشريعيه نتاعنا. احنا ما نخافوا من حتى حد بالنسبه كان من ربي كما قلت تونسي فهمني ما نخافوا. هذا الاستطلاع احنا خاطر تو كلهم متهربين من المسؤوليه. لا ولكن الجواب مشكلتنا نظام سياسي حد ما يتحمل المسؤوليه. الجواب واضح في الارقام. وقت اللي تشوف يعني ان السلطة اللي تحكم في البلاد شكون هما هي السلطة يعني اللي التونسي يعرف انه النظام السياسي نتاعنا مسيطر عليه البرلمان وكذلك اللي ياخذ القرارات ويسير هي الحكومه. تشوف الارقام وقت اللي تلقى نسبه الرضا على رئيس مجلس نواب الشعب في 9% وتلقى نسبه الرضا على رئيس الحكومه في 20% وهي اقل نسب اللي تحصلوا عليها الزوز رؤساء هذه منذ 2011 الى يومنا هذا. ثم في سؤال وقت اللي عندك 68% من التوانسه اللي هما ما يختاروا حتى حزب. احنا نعرفوهم ويقولوا لنا ثم بعد يبدا يتكلم التونسي وقت اللي نستجيبوه قولوا له علاش؟ يقول لك على خاطر كلهم مشاكل ويتعاركوا وما عطاو حتى نتيجه. وهنا نرجع شويه للملاحظه اللي قلتها قبيله فيما يخص حركه النهضه. صحيح وقت اللي يقولوا شكون الاحزاب اللي عندهم مشاكل تعرفوا اول حاجه يقول لك حركه النهضه هي اللي اكثر حزب عنده مشاكل هنا. وبالتالي فان الاجوبه موجوده في الارقام اللي راهو فيها لهنا. يعني يا التونسي لهنا الى من بارومتر لاخر يمونتر لا ديفيونس نتاعو فيزافي دو لا كلاس بوليتيك. احنا ما خافوش من هذا. هذه الارقام تعكس واقع الشارع التونسي. شكرا لي. وهذا اللي نبلغوه في البارومتر نتاعنا. شكرا ليك نبيل بلعم مدير عام مؤسسه امغود كونسلتينغ. الدعوه لي على المباشر. دو سكوند نجي خاطر سؤال مهم زاد كذلك فيما يخص الاقتصاد وكل شيء. لان ما ندخلوش راهو في امور دقيقه وعلميه للمواطن التونسي. هي 1000 تونسي اللي فيه الامي فيه المستوى الابتدائي الكل ما تدخلوش في لي زاغريغا ايكونوميك اكسيتيرا.
بالنسبه لي الوضع الاقتصادي الدور معناتها القفه نتاعو اليوميه ماشي فوالا اكزاكتومون المقدره الشرائيه تو سامبلومون. ميرسي بوكو نبيل بلعم مدير عام مؤسسه امغاد كونسلتينغ. صبر الاراء هذايا كان لنوفمبر 2020 ديسمبر قرب ونعرف اللي ثم سما ثم ارقام مؤشرات اخرى حتى نخدموا بها على مدى العام اللي تعدى والعام اللي جاي لو بيلون والتقييم لكامل سنه 2020. شكرا لك مره اخرى نبيل بلعم. بعد شويه نستقبلوا حافظ بوقره كاتب عام الجامعه العامه لاعوان وزاره العدل واملاك الدوله والملكيه العقاريه. نرجعوا معاهم على اعتصامهم المفتوح بعد هذا التقرير. سلالتام يخيم على المرفق القضائي في تونس نتيجة إضراب القضاة ودخول أعوان وإطارات العدلية في اعتصام مفتوح بمقرات العمل إلى حين استجابة وزارة العدل ورئاسة الحكومة لمطالبهم. إضراب كتبة أعوان المحاكم يأتي استجابة لطلب المكتب التنفيذي للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية السبت الفارط لمنظوره بالدخول في اعتصام مفتوح. من جهتها طالب النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية بتفعيل ما ورد في اللائحة المهنية المؤرخة في 14 نوفمبر واللي تتمثل في استعجال النظر في عرض تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والترفيع في منحتي الإجراءات والاستمرار وتعميمها على جميع أعوان وإطارات وزارة العدل وتمتيعهم بمنحة الأعباء التنفيذي وتفعيل منحة الاستمرار المتعلقة بالعمل أيام السبت والأحد والعطل الرسمية وترقية استثنائية لجميع أعوان وإطارات وزارة العدل بدون استثناء وتنظير الشهادة العلمية وفتح باب الإدماج للعمل. هذا ويلتحق الأعوان بمقرات عملهم بالمحاكم والإدارات في التوقيت الإداري المعمول به مع الامتناع عن إسداء الخدمات الإدارية وكل الأعمال القضائية باستثناء تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية وفق توصيات نقابتهم. فأي تداعيات لهذا الشلل اللي أصاب المرفق القضائي؟ نفهم أكثر الوضعية مع حافظ بوقرة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك. مرحبا أخ لطفي. مرحبا سي محمد. مرحبا أخ نجم. مرحبا بك. إذن اعتصام مفتوح منذ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر بكامل محاكم الجمهورية باستثناء قبول مطالب الاستئناف والتعقيب، مطالب مادية ومهنية. لخصها تقريبا تقرير هذا يقول قايل اليوم علاش وصلنا للاعتصام المفتوح وعلاش تتعطل المفاوضات مع سلطة الإشراف. وقبل كل شيء نحب نعطي ملاحظة على الريبورتاج اللي تعدى. تفضل. المطالب اللي موجوده اللي ذكرتوها في الريبورتاج هي كلها راهي مطالب بالجامعه العامه للعون العدلي وملك الدوله. يعني النقابه الاخرى الموازمه عندها حتى مطلب، هي بالعكس تركب على مطالب الجامعه العامه وتستغلها. فهمت؟ هذه للايضاح. عندكم زوج نقابات في الاتحاد ولا خارج الاتحاد؟ لا احنا تبع الاتحاد وفما نقابه الاتحاد. اخرى موازيه معروفه. علاش موازيه؟ في اطار تعدديه. في اطار تعدديه علاش؟ لا هي توصيف، هي نقابه معروفه فهمتني، يعني ما عندها عداء تاريخي للعمل النقابي وعندها كره اعمل الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي ماهيش ممثله يعني حتى على ارض الواقع. انما تستغل يعني ما تقوم به النقابه نتاعنا احنا وتروجوا فهمت على اساس انه استحقاقات ليها هي. نقابتنا احنا الجامعه العامه لاعوان وزاره العدل واملاك الدوله والملكيه العقاريه دخلت في اعتصام مفتوح. لماذا الاعتصام المفتوح؟ ما ثماش سبل حوار مع سلطه والله الإشراف؟ اخت ملك احنا رانا في الاتحاد العام التونسي للشغل دعاه حوار، وعمر من الاضراب او اي شكل نضالي ميداني اخر او نضطر اليه اضطرارا. احنا اللائحه المهنيه نتاعنا من مؤتمر 18 فبراير 2020 وموجود في ادراج وزاره العدل. احنا اكثر قطاع عمل جلسه حوار مع وزاره العدل، عملنا 5 جلسات وفي كل جلسه ما نخرج بحد شيء الا باش نقول حتى بلغه الدارجه ولا ببعض الشكاير من التثمين. نثمن ونثمن مهام كتاب المحكمه، نثمن ما يقوم به كاتب المحكمه. اخر جلسه 20 اكتوبر و23 نوفمبر خرجنا بالنوايا. مجرد نوايا. والله ما طلبكم ما مشروعه، ما تو نحاولوا وتو نشوفوا. بالطبع بعد 5 جلسات وقطاعك يستنى فيك وقطاعك يستنى في تحقيق المطالب هذه، شنو هو الشكل اللي باش تاخذه احنا كاتحاد عام تونس الشغل؟ اكيد هو دخول في شكل نضالي لتحقيق المطالب هذه.
ومن اللي دخلتوا يعني في الاعتصام المفتوح ما كان حتى باب حوار مع سلطة الإشراف، هذا اللي نفهم من كلامك إلى حد اللحظة. بعد جلسة، هو احنا بعد ما عملنا الاعتصام دعينا لجلسة يوم 23 نوفمبر. باهي، صار فيها؟ كما قلت لك جلسة نوايا، ما كانش فيهم حتى يعني ما خرجتوش باتفاق، ما خرجنا بحتى اتفاق يمكن انه يلبي الحد على ايه، يلبي طلبات قطاع العدلي. بالتالي احنا دخلنا في الاعتصام هذايا اضطرارا لتحقيق مطالب اعوان العدلي. لطفي العمير تفضل. والله انا حبيت معناه سؤالي فقط على تزامن اعتصامكم مع اضراب القضاة واللي معناه باش يهز تقريبا الى شلل تام للمرفق القضائي، كان هذا اختيار او اضطرار؟ والله اخ لطفي هو كان اضطرار. احنا رانا من قلت لك من 18 فيفري يعني عندنا لائحه مهنيه، بربي شنو تتصور يعني اللائحه المهنيه احنا كجامعه عامه باش نحطوها قدامنا باش نقعدوا نتعشقوا في زينها، مو باش ننفذوها. عملنا خمسه جلسات مع وزاره العدل، ما فما حتى ادنى استجابه. قلت لك بعد الاعتصام سيفري فما محاولات في طريق جدي لحلحلة الوضع، لكنها مازالت ماهيش مهم جدا. سؤال لطفي علاش يقول قايل ما كنتوش نجموا ممكن تاجلوا شويه لانه هوني اضراب قضاة متواصل، وضعيه كارثيه بالمحاكم، تراكم للقضايا، مصالح المواطنين معطله، مع اعتصامكم انتوما اليوم تقريبا يلقى روحه المواطن ما عنده شنو يسال بيدو، شنو هو مصير مصالحي، شنو هو مصير حتى العائدات الجبائيه للدوله المتكفل بها القضاء مثلا، هذه كلها مش خسائر؟ اكيد كل اضراب راهو عنده الكلفه نتاعو. certainement. وفما حاجه نحب ناكدوا عليها، راهي الدوله هي المسؤوله على تسيير المرفق العمومي، وبالتالي الدوله هي المطروحه عليها ايجاد الحلول سواء للطرف الاعوان العدليه او للقضاة. وثاني حاجه احنا رانا في وزاره العدل قداش من عون؟ 6500 عون في كامل تراب الجمهوريه، في كامل تراب الجمهوريه، و2500 قاضي. هاك باش نحكيو الكل يعني حتى على المرفق العدلي 8500، وزاره العدل تشغل في 8500، غير قادره انه باش تحقق مطالب القطاع هذايا. وراهي مطالب ماهيش مطالب تعجيزيه، راهي مطالب لو كان نحسبوها احنا صدقني مش نذكر قطاع اخر نحترم وانا حتى زوجتي تخدم فيه، معناها لو كان ناخذوها اشلون للساده والتعليم الاساسي ما تجيش، ما احنا ما نوصلوش حتى اشلون مطالبنا، معناها ما توصلش الامباكت الفينونسيير نتاع فيو العدد. العدد مش حقيقي. منطلقه للحكومه دخلت في مشاورات مع القضاة وقدمت لهم جلسه الاخيره في الحكومه مع السيد وزير العدل، قدموا بعض الامتيازات للقضاة، هما حقهم هذا مرفق كامل هما يتعاملوا، بالعكس تأثير كتابة المحاكم ممكن ينجم يشل أكثر من إضراب القضاة، وهذا واقع. دونك هما منطق براغماتي، يكونوا أي واحد في بلاصتهم يعمل نفس الشيء، يقول لك ما دام القضاة دخلوا في المسار هذايا، أي اركب لتمنك أخلت خذ بايك، بصراحة في حقهم، ما دام يقول لك نحن عندنا مطالب جيلي معناها من فيفري ومن جانفي 2020 لتو وصلت الشرف لم تحرك ساكنا، هذا حقهم المشروع وحقهم زاد في ظروف العمل نتاعهم، ونرتدوا المحاكم ونشوفوا اللي فما ظروف قاهره وفما ضغط وفما كذا. ولكن سي حافظ، هل انه بمنطق وطني نحكي تو الظرف ملائم لشن مثل معناها نجم نتصور انه فما اشكال نضاليه اخرى نجم تحمي المواطن ولا تقي المواطن الشلل هذا اللي في المرفق القضائي اللي من شأنه تكون عنده فاتورة باهظة جدا على المواطن وعلى المتقاضين وعلى الأطراف المتداخلة في العمل النقابي. ما تصورش الظرف ظرف وبائي وظرف نتاع انفجار اجتماعي بارتو، زيدوا نحن في المحاكم نعملوا شلل، فهمتني؟ ما تصورش كان تأجل شوية الإضراب ولا كانت خلطوا في اشكال نضاليه اخرى من شانها باش تخلي المرفق ماشي، وحقهم هذا ما ينجم ينكروا حتى حد، فهمتني؟ سي محمد انت تعرف اللي راهو الشعور بعدم سامحوني مع العلم سامحني انا سلطه الاشراف انا مقتنع لي غالطه، كان خذيت باكيتش كامل في كتابه المحاكم وفيها العوين وفيها القضاة وفيها زاد المحامين كطرف في المرفق في مرفق العدل. سي محمد اجابه على سؤالك، راهو ما تتصورش انه عون من عوان العدليه كاتب محكمه الشعور كي يحس انه ما فماش مساواه في التعامل في سلطه الاشراف مع كل المتداخلين
في المنظومه منظومه العداله. هذا راه شعور فهمتني ما تنجمش توصفه، فماش تعامل، فماش مساواه في التعامل. ثاني حاجه احنا ما اخترناش كما قلت لك ما اخترناش الدخول في الشكل النضالي، هذا اختيار راه اضطرنا، حتى لو تقاطعنا مع اضراب القضاة اما راهو اضطرار. ثاني حاجه احنا نعرفوا اكراهات الماليه العموميه هذا الشعار اللي موجود يعني الناس الكل تحكي به، مي احنا راهو في سلطه الاشراف قاعده توزع في الاموال فهمت اتورا ترافير، واحنا كما قلت لك احنا قاعدين 6500 عاون يعني صدقني شفت اللائحه المهنيه هذه محكومه في ما يقارب 15 مليون دينار تتحل مشاكل الاعوان العدليه اللي ما نعرفش ما تجيش في اي حاجه اعطتها الدوله فهمت في جهات اخرى. وبالتالي راهو الشعور انك بشعور بالغبن والشعور بالدنيا وشعور بعدم المساواه، وانت تعرف سي محمد وسي لطفي يعرف وسي ناجي فهمت عنده تجربه ومر بتجربه وزاره العدل يعرف انه كتابه المحكمه راهي ضلع من اضلاع المنظومه القضائيه والعمود الفقري من المنظومه القضائيه. ولا بروف راهو احنا كي دخلنا في اعتصام احنا نشلينا صراحه، مع ذلك احنا البيان قدام اخت ملاك معناها شعور منا بالمسؤوليه، وخاطر هذه تربينا عليها في الاتحاد العام تونسي الشغل استثنينا زوز اجراءات فهمتني من الاعتصام، وما رغم ذلك يعني قواعدنا غاضبه علينا وقواعدنا ثارت علينا، مي هذاك راهو انا اعتبره وسام، خاطر القواعد عندها ثقه كامله في جماعتها، وبالتالي كي تغضب عليها خاطر عندها امل كبير في جماعتها انا باش تحقق لها مطالبها. انا قبل ما نطرح عليك السؤال سي حافظ نحل القوس الصغير، انا يمكن من الناس اللي يعرفوا السلك هذا جيدا بحكم تجربه العمل اللي قضيتها في وزاره العدل، وحتى معناها قبل بحكم الاختصاص في العمل في جريده الشروق، دونك تقريبا اكثر من 20 عام ونعرف السلك هذا جيدا، ونعرف اللي جزء كبير برشا من مشاكل المحاكم محموله على اكتاف اعوان وكتبه المحاكم اعوان العدليه، ويعني كي تقول يعني العمل الثقيل في المحاكم، الارشيف، ما مصالح استخراج الاحكام، مصالح الرقن، لانه كي تنحي السلك هذا القضاة ما ينجموش يخدموا، يعني باستثناء الجلسات القاضي ما ينجمش يوصل الى هك بعد ما يرقن الحكم نتاعه يلخصه، ثم مصلحة الرقن اللي فيها العوان، ثم من مصلحة الرقن إلى استخراج الأحكام إلى غيرها. وأكثر قطاع يمكن ما صوته ما تسمعش في الاحتجاجات خلال العشر سنوات الأخيرة وحتى قبل، لأنهم كانوا شاعرين بالمسؤولية رغم محدودية الرواتب والأجور اللي يتقضوها طبعا مقارنة بأسلك أخرى. المشكل ملاك اليوم انا الحقيقه نتصفحك نهار في ميزانيه الوزارات 2021، وزاره العدل اللي عندها المحاكم والسجون و6000 تقريبا واكثر من 6000 معناها اللي يشتغلوا في سلك العداله، الميزانيه نتاعها 750 مليار، أكثر من نصفها ماشي للسجون والإصلاح 150%، وما تبقى يتوزع تقريبا 80 منه أو 85% أجور، ما يتبقى حتى شيء للمحاكم، ما يتبقى حتى شيء لإصلاح المحاكم اليوم. ويمكن سي حافظ معناها ما حكاش على حالة الخراب وحالة الميزيريا اللي في برشا محاكم، وخاصة أن المحاكم في المناطق النائية معناها في ظروف عمل صعبة جدا، وفي المعتمديات راهو عندنا محاكم نواحي ساعة تلقى محكمة اللي هي رمز معناها رمز السيادة الوطنية، يعني فوق منها علم مقطع وتلقاها في شكل دار مكرية كريتها وزارة العدل، والداخل معناها حالة بائسة جدا. علاش ما اشتغلتوش على هذا؟ علاش صوتكم ما طلعش؟ انا توا يعني هذا حقكم انكم تطالبوا بتحسين وضعياتكم، معناها حتى حد ما ينجم ينزعكم فيه، لكن معناها نسرك سي حافظ طيله السنوات اللي تعديت علاش صوتكم ما طلعش، وحتى اصوات القضاة وحتى اصوات عدول الاشهاد وصوت المحامين ايضا وصوت العدول المنفذين هذا من العائله القضائيه الكل، ما سمعناش واحد نهار
يحكي يقول لي ولادي راي حاله المحاكم راي ميزيريا راهي خراب. هو سمعنا توا وقت اللي صار الاضراب وشلل التام في حاله في المرفق القضائي. اجاب على سينيجي. احنا رانا تكلمنا برشا، قمنا بالاضراب في 89 اللي كانت الاضرابات يعني ممنوعه. فيل. وقمنا بالاضراب في 2005 تعبيرا مطالبة باستحقاقات القطاع، ما هو مادي وما هو ما يهم البنية التحتية. فما حاجة أنا ما سألتها الأخت مالك أنا ما جاوبتش عليها، خاطر أنا جاي لهنا باش نحكي على 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 مطالبنا اللي هي مطالب مزمنة. احنا في اللائحة المهنية فما جملة من المطالب، لكن أهم المطالب اللي احنا دخلنا في اعتصام من شأنها هي تصحيح المسار المهني للعوائل العدلية، يعني المطالبة بترقى استثنائية. احنا القطاع الوحيد الأخ ناجي يعرف احنا عندنا بعض الزملاء اللي دخل حاجة بخرج حاجة، وكان يعني تمزيت عليه سلطة الشرف راه ياخذ ترقي في حياته. وطالبنا هذه فهمتني على غرار القطاعات اللي خذيت آخرها فهمت السلك الإداري المشترك اللي تحصل على ترقي الاستثنائية. كذلك احنا طالبين عندنا زوز منح، منحة استمرار احنا الاخ ناجي واخ لطفي احنا نامنوا في حصص استمرار مع النيابه العموميه سبت وحد نخدموا في العياد نخدموا طالبين بترفيحها طالبين في ترفيح حتى في الدوائر الصيفيه والدوائر الصيفيه ولا حتى في العادي احنا الكاتب ينجم مش حتى الكاتب والقاضي يروح نصلي له ماضي ساعه الاخ ناجي يعرف في الجلسات والاخ لطفي يعرف. ثاني حاجه عندنا مرحله الاجراءات اللي هي من 2012 لتو موقع الترفيه فيها او تحيينها. ثالث حاجه هو سحب الفصل 2 اللي هو راهو هذا مش مطلب راهو هذا تسويه وضعيه. فصل 2 من قانون الوظيفه العموميه. الوظيفه العموميه راهو تسويه وضعيه راهو هذايا من 2013 ماخذين فيه محضر وتحال على مجلس النواب وسي محمد الترودي هو موجود كان وتحال لجنه التشريع العام وقاع المصادقه عليه ولحد الان ما تعرفش جلسه عامه. واضح. كذلك احداث منحه اعباء تنفيذ احنا وزاره العدل تساهم في ما يقارب 28% من الدخل الخام في الجبايه لمؤسسه الدوله، طالبين احداث منحه تنفيذ يكون جزء منها كتحفيز للاعوان في باش يكملوا ينفذوا الاحكام ويستخلصوا وجزء منها للانفراستركتور للمحاكم وجزء منها للتعاونيه نتاع الاعوان العدليه وجزء منها يمشي حتى لتعاونيه القضاه. واضح. هذه هي مطالب وكذلك سامحني وكذلك الادماج لان عندنا برشا عمله فهمت عندهم انا في المحكمه اللي نخدم فيها انا عندي اربعه عندهم متريس كانوا عمل على الحظايا تو اعوان محكمه هل يعقل واحد عنده متريس يخدم عاون محكمه دونك ادماج وتنظير مش احترام لرتبه العاون محكمه لكن يخدم اقل من 6 ولا 7 درجات من الشهاده العلميه اللي معناها هذه تدخل في باب زاد كذلك تنظير الشهاده العلميه. ايش مطالب معناها كبيره برشا؟ انا سؤالي مثلا كان يتم الاستجابه للمطالب هذه ترجعوا للعمل نعلقوا حالا ما تستناوش حتى يتم الاستجابه لمطالب ساده القضاه؟ لا ما عندناش علاقه احنا الاخ نجاح كل سلكه وحده احنا ككتابه اهم ما هي الاعمال يعني القضائيه احنا نقوموا بها فهمتني الجلسات والواحد من مهام انتم طلبتوا التضامن منهم هما مفروض التضامن يكون متبادل احنا خلط فيه سمعني انت ما تجاوبش معنا لا لا نجاوب احنا خذنا نظامنا ما غير ما تلمنا تضامن حتى حد خذنا نظامنا واحد بربي فما صوره انا الحقيقه ولا نحترم يعني نظريه القضاه في الدفاع عن مطالب واي صورة قطاع آخر. فما صوره انا الحقيقه تحفظت ورفضت انا باش نعديوها صوره اللي قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي في قاعه جلسه في محكمه مآدب للاكل وما الى ذلك طاولات ممدوده وكل مما لذ وطاب من اثارت يعني استياء المتابعين يقول لك فيها اساءه رمزيه انا لا سوف مانيش باش ننكرها انا احنا رانا في اعتصام واعتصام ليلي والاعتصام وين ما عدناش احنا حتى داخل المحاكم والاخ ناجي يعرف ما عدناش مكان باش ناكلوا فيه معناها بالنسبه لنا احنا وين انت باش تنجم فهمت سور بلاس. وثاني حاجه انا باش رد زاد على بعض الناس اللي تقول معناها دنستوا منصه القضاء ودنستوا قاعات الجلسه انا نقول لما راهي قاعات الجلسه راهي دنست بالاحكام الغير العادله اللي تنطقت فيها فهمت في يوم من الايام ها هو التدنيس فهمت. شكرا لك حافظ بوقرة كاتب عام الجامعه العامه لاعوان وزاره العدل واملاك الدوله والملكيه العقاريه شكرا لك على حضورك معنا. بعد شويه نحكيوا على احتجاجات الصحفيين وتكون حاضره معنا اميره محمد نائبه رئيس النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين والمكلفه بالحريات نستقبلوها بعد هذا التقرير.
إيمانا بأن الحقوق لا تعطى ولا تهدى وإنما تفتك وتنتزع، تجمهر الصحفيون اليوم في ساحة الحكومة بالقصبة بدعوى من النقابة التونسية للصحفيين التونسيين طلبا لتفعيل الاتفاقية الإطارية لأصدرت المحكمة الإدارية قرار فوري بنشرها، ورفضا لمحاولة الحكومة الطمس في مشروعيتها. الاتفاقية الإطارية المشاركة للصحفيين التونسيين اتفاقية ليست بها مطالب مادية ولا تخل بأي إجراء كما تلوح بذلك الحكومة الحالية والتي تدعو للتفاوض مجددا بشأنها، رغم أن نفس وزير الشؤون الاجتماعية الذي يصرح اليوم بذلك هو من أمضى عليها يوم 9 جانفي 2019. كذلك هناك قرار محكمة إدارية يقضي بنشر نص الاتفاقية، أي أن المس من محتواها غير قانوني بتاتا. تحرك احتجاجي يأتي أيضاً في إطار السعي إلى النهوض بقطاع الإعلام العمومي والخاص وتحسين وضعية الصحفيين والدفاع عن حق خريجي معهد الصحافة في الانتداب وتشغيل من طالت بطالتهم ووضع حد لأزمة المؤسسات الإعلامية المصادرة. الإعلام العمومي في حاجة إلى إصلاح حقيقي وجذري، الإعلام الخاص يتخبط في جملة إشكاليات مهنية واقتصادية واجتماعية، الإعلام الورقي تقريبا يحتضر. رئيس الحكومة وللأسف واصل على خطى سابقيه في عدم وجود إرادة حقيقية لتسوية وضعية الإعلام المصادر، لا توجد سوى الوعود. ويتجه الصحفيون إلى تنفيذ إضراب عام يوم 10 ديسمبر المقبل، قد يتحول إلى إضراب مفتوح في مختلف ربوع الجمهورية في حال عدم تطبيق الحكومة لمطالبهم. احنا ان شاء الله 10 ديسمبر اعلن الله يوم اضراب العام، بطبيعه الحال احنا ما حبيناش نوصلوا للمرحله هذه، لكن هذا شيء فرض العين امام الحكومه اللي لا تسمع لا تتكلم ولا تعبر وما ولا نهار، معناها فاوضونا احنا يدينا ديما محلول الحوار لكن هم كانوا ضد الحوار. ويستنكر الصحفيون تعاطي الحكومة مع المطالب القطاعية للمهنيين وعدم دعوة النقابة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وخاصة نكفيها بوعدها في تنفيذ الاتفاقية الإطارية اللي نص محتواها على ضمان حد أجر أدنى للصحفيين في حدود 1500 دينار خام، وتنظيم التغطية الصحفية والعطل وكيفية العمل في غرف الأخبار، ومختلف الأمور التي تجعل من الصحافة حقاً لساناً للبلاد ونبضاً للعباد. سعيدة جداً باستقبال أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلفة بالحريات. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم. مرحبا بك. إذن أميرة محمد، أسبوع غضب في القطاع، وقفات احتجاجية بساحة القصبة في الجهات أيضاً، إصدار برقية إضراب عام يوم 10 ديسمبر المقبل، كل هذا والحكومة لا تحرك ساكنة وتقولوا ما زالت مجرد وعود ولا لدينا سوى وعود من قبل السلطة التنفيذية. يا أخي عدم اليوم التواصل وقنوات الاتصال والحوار بين حكومة المشيشي وهيكل القطاع اليوم؟ للأسف هذا يظهر لي اللي قاعد صاير. احنا معنا حتى تفسير للي قاعدة تقوم به الحكومة الحالية في التعامل مع ملفات قطاع الأعلام. في البداية كنا مدين يدينا للحوار وكنا عنا لقاءات مع المستشارين لرئيس الحكومة، سواء المكلفة بالأعلام أو المكلف بالشؤون الاجتماعية، وكانت حتى فما لقاءات غير رسمية مع رئيس الديوان لرئيس الحكومة. لكن من بعدها تذكروا الناس الكل سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري لتمرير مبادرة تنقيح المرسوم 116، واللي هذا احنا اعتبرناه اخذ موقف من الحكومة لتسهيل تمرير المبادرة هذه، واعتبرناه انه هو فيه عداء للقطاع الاعلام انك تسحب مشروع قانون الاربعة متاع العشية ليلة اللي باش تتعدى المبادرة لتنقيح المرسوم 116. وتعرفوا من بعدها شنو اللي صار، احتجاج الصحفيين والنواب اللي حق يمنوا بحرية التعبير وحرية الاعلام سندوا التحركات الاحتجاجية للصحفيين وما تمش تمرير المبادرة هذه. بعدها رجعنا للتفاوض مع الحكومة، كانت عنا سلسلة من اللقاءات، تقابلنا قدش من مرة، نقعدوا لقاءات تدوم حتى 3 سوايع، لكن بالعمل احنا سميناهم لقاءات فرق قلبك، نمشي ونحكي ونحكي، والملفات الكل عندكم فيهم الحق، الملفات الكل نجم نحلوها، لكن واقعيا وعمليا على أرض الواقع ما نقاو حتى نتيجة.
بقينا حتى نتيجة. نعطيك مثلا، انا باش نعطيك مثال تفعيل الاتفاقية الإطارية الممضاة، هي ابرز مطالب الصحفيين واللي فيها صادر فيها حكم قضائي. هون اليوم الحكومة لا تستجيب ولا تلتزم بهذا القرار، لكن نقل الاتحاد الدولي للصحفيين أميرة محمد يراسل الحكومة في هذا الشأن. شنو اللي صار؟ عندنا حكم قضائي موجود لفائدة النقابة بنشر الاتفاقية في الرائد الرسمي. الأخطر من هذا جاكم تفسير؟ معنا حتى تفسير ومعنا حتى رد، وإحنا طلبنا حتى رد معلل من الحكومة تفسر لنا فيه أسباب رفضها نشر اتفاقية. نذكروا المشاهدين أنه الاتفاقية هذه راهو تم إمضاءها في 9 جان في 2019 وقت حكومة يوسف الشاهد، وقتها السيد محمد الطرابلسي هو نفسه من قام بالإمضاء عليها، هو وقتها وزير شؤون اجتماعية. اليوم يقول أنا أمضيت عليها على عجل وما نعرفش فحواها، يقول غير قابلة للتطبيق. هذه كارثة، هذه كارثة. لا، ونعطيكم معطيات أخرى. اللي السيد محمد الطرابلسي للأسف يقدم في مغالطات، لأنه أول حاجة هو أمضى على الاتفاقية يوم 9 جانفي، ونعرفوا إمضاءات حكومة هذه ما هيش يعني إمضاءات تحت الطاولة، وإلا صارت بحضور الأعلام وصارت بحضور أصحاب المؤسسات اللي أمضوا على الاتفاقية وموافقين عليها، بحضور مديري ورؤساء المدير العامين للمؤسسات الإعلام العمومي اللي أمضوا على الاتفاقية وموافقين عليها، وبحضور أعضاء من الحكومة. ومن بعدها بعد 6 شهور وقت اللي تم رفض نشرها في الرائد الرسمي في ال6 شهور، قام نفسه هو السيد محمد الطرابلسي بنشر 3 فصول من الاتفاقية هذية. يعني أنت كيفاش تمضي على اتفاقية في 9 جان في 2019 وانت تقول امضيتها على عجل وما طلعتش عليها، بعد تقريبا 6 شهور تزيد تبعث للرائد الرسمي بعض الفصول من الاتفاقيه وليس كامل نص الاتفاقيه الاطاريه، تبعثها للرائد الرسمي وتنشرهم، وتجي اليوم في 2020 وتعاود تحكي في كلام ما ينجمش المستمع والمشاهد يقبلوا، انه حكومه وزير يمضي على عجل. يعني هذه راهي كارثه. اذا كان الحكومه تتعامل بالمنطق هذا مع اتفاقيات الدوله وتمضي على عجل ومن غير ما يطلع على نص الاتفاق، اليوم يفيق السيد محمد الطرابلسي ان هي فيها تعارض مع بعض القوانين الاخرى ويجب تعديله. هذا اليوم اللي يفيق، يعني قرار المحكمه الاداريه راهو نص تاريخي. اذا كان الحكومه ما قراتوش عيب وعار عليها انه اليوم حكومه تطلب من المواطن تطبيق القانون وقت اللي هي ما تلتزمش بقرار سلطه قضائيه. يعني كيفاش نطلب اليوم من المواطن انه هو يطبق القانون ويحترم قرارات القضاء؟ نقرا لكم بعض اللي جاء في قرار المحكمه الاداريه، تقول أنه إصرار الإدارة على عدم نشر الاتفاقية التي صادقت عليها دون مبرر قانوني فيه إرباك واضح بديهي وغير شرعي للوضعية القانونية القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الشؤون الاجتماعية. يقول أيضا في نص الحكم، تقول انه عدم الامتثال الصريح الى القانون وعدم الالتزام السلطات العموميه بتنفيذ الاتفاقات المبرمه قانونا والتي ليست موضوعا للنزاع في تهديد بديهي لاسس دوله القانون يستوجب التدخل السريع والمتاكد للقاضي الاداري الاستعجالي لوضع حد لهذا التهديد. يعني اليوم تقول تمسك الاداره بعدم نشر نص الاتفاقيه دون مبرر قانوني فيه اهدار للحقوق المشروعه للصحفيين المستفيدين منها. هذه بعض من مما جاء في حكم المحكمة الإدارية الذي قضت استعجاليا بنشر نص الاتفاقية وأرسلناه منذ صدوره إلى الحكومة، وأرسلنا معه نسخة من الاتفاقية وطلبنا منها نشر نص الاتفاقية. لحد الآن ما عندنا حتى الاتحاد الدولي للصحفيين كي يراسل الحكومة ما فماش أوكين ريبونس حتى توا، ما فما حتى رد رسمي قناه من الحكومة للأسف اللي نشوفه فيه تصريحات رئيس الحكومة عندما سئل يوم ندوة الولايات على رسالة الاتحاد الدولي للصحفيين، يقول أنا وصلتني الرسالة، ويقول قاعد نتفاوض مع بعض الأطراف بخصوص الاتفاقية. احنا نتسائل شكون الأطراف اللي قاعد يتفاوضوا معاها؟ وهل اليوم نتفاوض على حكم محكمة وإلا نتفاوض على اتفاقية تم إمضاءها منذ 2019؟ رئيس الحكومة يعلن في كامل في تصريحاته وحتى في حواراته أنه هو ما يقبلش كلمة تفعيل القانون، تطبيق. هو يقول انا مع تطبيق القانون وتطبيق تعهدات الدوله، وقت اللي حكينا على اتفاق الكامور يقول انا ملتزم بتعهدات الدوله، يجي لقطاع الاعلام وهذا الكل يندثر يستثنى منه قطاع الاعلام. اليوم فما اتفاقات قديمه راهو مش كان الاتفاقيه، الاتفاقيه فيها اجر ادنى
فيها أجر خام اللي هو 1400 دينار، لكن فيها زادة حاجات أخرى اللي تضمن استقلالية الصحافي، تضمن فصل الإدارة عن التحرير، تضمن حقوق المتعاقدين الزوز كوسيلة وكصحفي، شنية العقوبات اللي ممكن تتعرض لها الصحافي، وشنية الحاجات اللي نجم الصحافي يرفضها إذا كانت تمس بأخلاقية المهنة. يعني هذايا كله موجود في الاتفاقية، ما هيش كان فلوس الاتفاقية، بالعكس هي فقط باش تضمن الحق الأدنى للصحفيين في تغطية اجتماعية وفي عقود تضمن لهم عيش كريم. اليوم ملاك نجي نشوفوا المطالب الأخرى والملفات الأخرى. اليوم الحاق إذاعة القرآن الكريم بالإذاعة التونسية قرار وزاري منذ تقريبا 3 سنوات، إلى حد الآن لم يفعل، مجرد حبر على ورق. إصلاح الإعلام العمومي 10 سنوات وإحنا نحكيه على إصلاح الإعلام العمومي، وين وصل؟ ما فما حتى أثر. الإعلام المصادر الكل بالعكس تم إغراقه في المديونية بسوء التصرف والإدارة للمسؤولين عينتهم الدولة بيدها. واليوم نشوف فما قضايا حتى في القطب القضائي المالي والإداري ببعض المتصرفين اللي كانوا على رأس بعض المؤسسات هذية، وإلى حد الآن نستناو في الحكم. كي جي نشوفوا اليوم نلقاو المؤسسات هذية مهددة اليوم بانقطاع البث وبعدم النشر، لكن وين الحكومة من هذا؟ ما عندها حتى رؤية للإعلام المصادر. حاجة أخرى، اليوم كي نجيو نشوفوا الوكاله الوطنيه لتصرف الاشهار العمومي فيها قرار زاده اللي هي باش تضمن التوزيع العادل للاشهار العمومي بين مختلف المؤسسات، وما يتمش تطويع بعض المؤسسات من خلال هذا الاشهار لاستغلالها في الدعايه السياسيه ولا في الدعايه باش تكون بوق دعايه للحكومه، لم يقع احداثها. حتى ملف خريجي معهد الصحافه، هذه نقطة عالقة عندها سنوات. اللي يقرأ صحافة شنو ينجم يخدم؟ لا ينجم يخدم لا طبيب لا محامي لا قاضي لا حتى شيء. احنا طلبنا حاجة بسيطة، انه اليوم مكاتب الاتصال في البلديات وفي الولايات من غير ما تعبيوها بمنتسبي الأحزاب نتاعكم كي تربحوا، خليوا الاختصاص لأهل الاختصاص. إذا كان يقرأوا صحافة ومن بعد يقعدوا يشدوا الدار ما نعرفوش باش يشملهم، ما شو الفايدة من معهد الصحافة؟ ما يجيبوا نتاعهم هذيك المشكلة وين؟ يعبيوها يجيبوا نتاعهم. واحد تعو. للأسف هذه العقلية السيدة اللي احنا ماذا بينا نقطع معها، أعطي لكل حق حقه، هما زاد حقهم في التشغيل يظهر لي ماهوش مزية أنهم يخدموا في حاجة على الأقل قراوها لسنوات، وهما يستناو. عندنا ناس راهي عندها أكثر من 10 سنين بطالة، وعندنا ناس في الإعلام العمومي عندهم 12 سنة في وضعية هشة. لطفي المقترحات موجودة وين التنفيذ اليوم؟ وهذا هو واقع القطاع اللي كانت شخص فيه أميرة محمد. يعني مقترحات معقولة ومعقولة جدا، لأنه القطاع هذا تقريبا الوحيد اللي في العشر سنوات هذوما قاعد يمشي من سيء إلى أسوأ. الإعلاميين في تونس معناها في بعد سقوط نظام بن علي انشغلوا بالحاجات السامية الكبيرة ومارسوا حريتهم ودافعوا على مكاسب الدولة الوطنية وخاضوا معارك كبيرة من أجل الحفاظ على مدنية الدولة، وكانوا غافلين على الحقوق الأساسية هذه معناها اللي كانت في فترة ما نعتبروها أنها وليدة نظام استبدادي، وإذا بها حالة الصحف في النظام الديمقراطي تولي معناها تقريبا مضرب الأمثال في معناها الفاقة والحاجة. راهي تحكي لك هي على مطلب شهريا تاع 1,400,000، هذا تقريبا حلم غير. يعني للصحافيين ونعرف يعني اليوم كيفاش قاعدين يتعاملوا صحافيين، نعرفوا على الناس اللي قاعدة تخرج معهد الصحافة اللي تقريبا فيهم حتى شكون نسى حاجة اسمها صحافة، وفي الأثناء نشوفوا البلايص اللي كانت تحكي عليهم يتعينوا فيها بالولاءات السياسية والولاءات الحزبية. الغريبة معناها أنه علاش رئيس حكومة يتعامل بكل هذه السلبية مع ملف الصحافيين في تونس، وكما قلنا مطالب معناها في منتهى المعقولية. المسألة الثانية، اليوم عندك اتفاق كامور تاع 2017 في إطار احترام الدولة لتعهداتها نستجيب لكل المطالب. في الأثناء عندك انت اتفاقية من 2019 أمضاها وزير من حسن الصدفة وهو بيدو اللي كان موجود في نفس الموقع. اليوم الدولة تنقلب هي على معناها ما بصراحة علاش مرة أخرى نرجع، لأنه يعني القطاع هذا ما نجمش يسكر فانا ولا يحرق عجلة ولا معناها يطلع في اللهجة. المسألة الثانية أنه دولة ما تحترمش
القوانين نتاع المحكمه الاداريه والقرارات نتاع المحكمه الاداريه هذه ولت عاده ساريه في تونس. احنا ماذا بينا والله السادة القضاة وخاصه قضاة المحكمه الاداريه يقولوا لنا شنو موقفهم ما التهميش المتواصل لكل قرار يتم اتخاذه، خاصه انه هنا وزير يقول لك الاتفاقيه فيها اخلالات قانونيه وفي المقابل عارف وفي القصبه يقول انا ما نحترمش القوانين. يعني دخلنا في مشهد سوريالي بصراحه كبير ياسر، وانا معاه ان زملاء الصحفيين يصعدوا في مطالبهم لانه هذه ما هيش حكومات اللي تفهم لغه البراسار، لغه البراسار راقيه برشا. اليوم يلزم المرور لاشكال نضاليه اخرى باش الصحافي اليوم ما يبقاش هو معناها اللي بهم القصير. سؤالك محمد ترودي لأميرة محمد، تفضل. أميرة، الغريب في الامر الاتفاقيه هذه ما عندهاش انسيدونس فينونسيير على الدوله. معناها مش مكلف حتى شيء الحكومه. كي نجي نشوف الاعلام العمومي اللي هي تمول فيها الدوله يظهر لي الوضعيه احسن شويه من القطاع الخاص. يعني ال 1400 في البروت ما هيش مشكله اليوم في الاعلام العمومي. ولا والصحفيين اللي في الشركات المصادره. يعني وضعيه مزريه، فما ناس عندهم اربع خمس شهور ما خدموش شهريات. يعني الشيء اللي نستغرب له هذه اتفاقيه ملزمه للدوله وفيها حكم قضائي بالقضاء الاداري، يعني الدوله ملزمه باش تنشر في باش تنشر الاتفاقيه في الرأي الرسمي. فما حاجات مسكوت عنها، حسوا الملف فيه حاجه، فيه اوبستاكل كيلكو بار. نتكلموا بصراحه، فما حاجه مسكوت عنها. احنا هذه حكومه ماهيش تدفع فلوس، فهمتني، وما عندهاش مشاكل. ملف امني مسكوت عنه. نجاوبك 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 نجاوبك. حاضر صراحه، طلبنا رسميا، جاوبنا الحكومه رسميا باسباب عدم نشرها للاتفاقيه، لكن ما تلقينا حتى رد رسمي من الحكومه. ما تحاول بعض الاطراف اللي هي معناتها دخلك في صراعات وهميه، نحن رانا ما ندخلوش في صراعات مع حتى طرف اخر، احنا تفاوضنا مع الدوله، مع حكومه تمثل الدوله ونحكيو مع الدوله. يعني دولة عندها قرار. الأطراف الأخرى شنو إيش تحب؟ احنا ما نعرفوش الأطراف الأخرى شكون، لكن اليوم كنشوفوا الصف ما نحبوش ندخلوا في السياسي، واحنا قلنا راهو حتى كمكتب تنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، احنا قلنا أنه عندنا ثلاثة معايير نحدوا بها تعاملنا مع كل طرف، حقوق الصحفيين وحرية التعبير ومصلحة البلاد، هذوما ثلاثة حاجات اللي نحدوا بها معايير. لكن اليوم تشوف الحزام السياسي بتاع رئيس الحكومة اللي هو فيه أطراف معلنة علنا عدائها للصحفيين ولنقابتهم. كي نشوفوا شكون اليوم اللي يدعم في رئيس الحكومة وشنية مواقفه من الأعلام، نشكوا أنه الأطراف هذه هي اللي قاعدة تحكي في علاقة بمشروع قانون التنقيح المرسوم 116. نحكي على الأطراف اللي عندها عداء اليوم معلن من نقابة الصحفيين، لكن للأسف اليوم تحاسب على الموقف اللي خذيته من يبدو ذلك أنه الصحفيين اليوم يحاسبوا على موقف اللي خذوه من تنقيح المرسوم 116، لأنه حسب معناتها اللي نشوفه فيه ما فماش اليوم رد معلل من الحكومة على أسباب تجاهلها، رغم أنه احنا راهو مدين يدينا للحوار وما قلناش المطالب الكل تتطبق حالا، فما اللي تنجم تطبقه حالا وفما اللي نتفقوا على جدولة كيفاش يتم تطبيقه وفي أي مدى، لكن هذا احنا ما تلقينا حتى دعوة رسمية للحوار. تجيب تفسر لي لحظة بربي الحزام نتاعه للدرجة هذه بصراحة؟ يبدو ذلك. أميرة، نجمش تفسر لي الكلام اللي قاله وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي اللي هو وقت 2019 هو اللي وقع الاتفاقية في مقر نقابة الصحفيين. وزير الشؤون الاجتماعية يقول لا دخل للوزارة في محتوى الاتفاقية، ويقول اللي هي ماهيش كومباتيبل مع تشريعات الشغل، يعني ما تلائمش مع تشريعات الشغل. يعني وجهتلوش على تحاورتوش معاه، وجهتلوش سؤال، يعني خاطر الكلام كيقوله وزير الشؤون الاجتماعية اللي هو موقع الاتفاقية واليوم هو المعني ايضا بالاتفاقيه هذه معناها راسا. اي اذا الوزاره الشؤون الاجتماعيه ما عندهاش دخل، وين تعملت الاتفاقيه؟ وشنو اللي في بعض فصولها اللي ما يتلائمش مع مجله الشغل ومع التشريعات تشريعات العمل؟ هو النقطة هذه باش نجاوبك عليها. أول حاجة أنه الاتفاقية هذه تصحت في رئاسة الحكومة نهار 9 جانفي، وأنا كنت كصحفية كنت نغطي في الاتفاقية هذه وفرحانين الصحفيين أنه تم إمضاء اتفاقية إطارية. بعد شات نقل رئيس الحكومة مشى المقر نقابة الصحفيين، ومشى رئيس الحكومة المقر نقابة الصحفيين وصارت حاجات، لكن للأسف إلى حد الآن كلها وعود لم نرى من 10 سنين إلى حد اليوم حتى واعد ما تقدم لقطاع الأعلام وتنفذ، كلها وعود وهمية. كي نجيو نشوفوا اليوم واقعية، يقول السيد وزير الشؤون الاجتماعية أن الاتفاقية هذه تتعارض، أمضاها رئيس المدير العام للتلفزة
ووكالة تونس الإفريقية للأنباء والإذاعة، أمضاتها نقابة الإذاعات الخاصة، أمضاتها جمعية مديري الصحف، أمضاتها غرفة القنوات الخاصة، يعني هذه الناس اللي باش تطبقها ممضية عليها، وأمضاها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. معنا بعبر الهاتف فيتفاعل نجيو معنا. لا نجيو النقطة اليوم هذه تخص جوست نكمل نوضح في نقطة اللي هي تتعارض مع بعض القوانين ممكن اللي تخص مؤسسة الإعلام العمومي. اليوم فما ثلاثة مشاريع قوانين تخص التاب والإذاعة والتلفزة قاعدين في التنقيح، قاعدين ندرسوا في مشاريع جديدة مع الإدارات في المؤسسات هذية. قلنا إذا كان فما حاجة، إذا كان هذا مازلنا خاطر احنا أول حاجة راهو فما قرار محكمة مش اليوم باش نرجعوا نتفاوضوا على محتوى الاتفاقية، أنشر الاتفاقية، هذا هو المطلوب اليوم. إذا كان فما حاجة، إذا كان فما حاجة تتعارض مع القوانين الأساسية، القوانين الأساسية راهي توا قاعدة تنقح، فإذا كان فما حاجة جات به الاتفاقية يمكن تضمينها في القوانين الأساسية اللي توا قاعدة تتراجع. يعني الحلول موجودة، احنا نعطيوه في الحلول للحكومة، لكن هي معنا محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير سيد الوزير. اهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بك. هذول عندك تفاعل على اللي قاعد يتقال في البلاتو بخصوص ايضا موقفك من مساله تفعيل الاتفاقيه الاطاريه الممضات من ابرز مطالب الصحفيين رغم صدور حكم قضائي لفائده الاتفاقيه بنشرها في الرايدر الرسمي. شكرا. على كل حال انا طلبت مساء نطلب معنا باش ندخل ندخل معكم، بارك الله فيكم، استجبتوا للطلب. ما كنت نتمنى لو كان تم الاتصال هذا كذلك بالوزير اللي تذكر تقريبا 50 مرة أكثر من ما واحد تذكر في الوحدة ذاية. سي محمد طرابلسي كنت حاضر معنا وسألناك في النقطة هذه بالذات هوني في نفس بلاصة أميرة محمد. لكن توا تم جدل تم اتهامات، تم معنى نوع من ربما تفضل عندك المجال جاوب تفضل. أنا شو نقول، خليني نقول الحقيقة كما هي ويحكموا عليها الناس كما يحبوا يسميوها بالنعت اللي يحبوا. النهار 9 جانفي مانيش باش نرجع لهذا للتشكيك في الاتفاقيه ولا للتعرض لمحتواها. انا صححت على المحتوى وما زلت نتبناه وما زلت نتبنى ان شاء الله خير منه اذا كان معناها ثم هذا اتفاق وقع ما بين اطراف مع بعضها كما قلت انت، معناها الناس الكل ممضيه، ما ثماش لا حكومه لا رئيس الحكومه ولا وزير الشؤون الاجتماعيه ممكن يعترض على المحتوى، واحنا كي صححنا على لمسانده المحتوى على المحتوى. لكن خلينا نقولوا الاشياء كما وقعت للتاريخ وسميوها كما تحبوا. نهار 9 جانفي كلموني قالوا لي جي رئاسة الحكومة، مشيت رئاسة الحكومة نلقى الصحفيين مجتمعين، كان ثم يوم العالمي للصحافة، كان ثم مؤتمر الفيش، كان ثم تهديد بالاضراب مش عملوا اضراب على الاتفاقية، الاتفاقية ساعة قبل كل شيء عندها مسار، الاتفاقية راهي تنجز ويقع التفاوض فيها في وزارة الشؤون الاجتماعية، عندنا 54 اتفاقية مشتركة، عدا الاتفاقيات الأخرى تهم القطاعات تقريبا 87 و88% من الناس اللي يخدموا في عمل نظام منظم ونظامي متغطيين بالاتفاقيات المشتركة، والاتفاقيات المشتركة هذه تقع في الهيئة العامة للشغل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. هذا موقعش وما من حقهم نقابة الصحفيين، مشيت البيرو بريمي وعملت اتفاقية، عملت اتفاقية بعثتها رئاسة الحكومة، رئاسة الحكومة نادتني كما قلت لك يوم 9 وقالت معناها كيفاش نخرج من أول حاجة مبدي المسدي كان موجود، السيد رئيس السابق للنقابة كان موجود، قلت لهم طرحت إشكالات، قلت لي قطاع عام وقطاع خاص وين الطرف الآخر لو جي تي تي اللي هي نعرفوها عندها معناها النسبة الأكبر خاصة في القطاع العام من العاملين في مجال الإعلام، معناها كيفاش؟ طرحت الإشكالية. سي محمد سامحني، سؤال واضح ومباشر. خنكمل ومن بعد قول لي اتفقنا، وهذا سي تريز امبورتون نقول فيه، اتفقنا انه قالوا لي اذا كان ثم اشكالات بعد نقعدوا مع بعضنا، ولذلك عندك ما عندي ما عندنا حد شيء على المحتوى، صححنا على المحتوى. بعد ثلاثة ولا أربع أسابيع بعثنا دعوة إلى الأطراف المعنية باش نقعدوا وباش يسمعوا شنو هي الإشكالات اللي احنا طرحناها بعد ما المتفقدين نتاع الشغل والمختصين شافوا الاتفاقية وعملوا نصوص يقولوا هاي الإشكالات اللي نحبوا نعمل نثيروها. ما عنده حتى
علاقه بالمكاسب اللي هي موجوده، وهكا علاش احنا صححناها ومفروض وزير نصححوها. به اميره محمد عندها سؤال مباشر ليك سيد الوزير، تفضل اميره محمد. السيد الوزير يعني انت ما طلعتش على محتوى الاتفاقيه قبل ما تمضي. ما طلعتش على محتوى الاتفاقيه وعلى خاطر خذيت الكلام على اساس كلام رجال بمفهوم مش المفهوم الواحد. سيادتك توا تقول انا بعد الصحفيين ما طلعناش عليه ما عملتوش. سي محمد ما مسالش تسمعنا في سؤال واضح ومباشر راهو. سيد الوزير مسالش نعاولوا على رحابة صدرك تسمعنا في سؤال واضح ومباشر. انت تقول ما عندك حتى مشكلة مع المحتوى، انت ما عندك حتى مشكلة مع المحتوى، لماذا لم يقع النشر؟ لماذا الحكومة اليوم ما تمش نشرها في رايد الرسمي؟ عايشك اسمعني ما هنيش في التحقيق لماذا 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 مش أنا المسؤول على النشر، أنا نحكي على المحتوى خاطر قلت لهم معادين وناس معادية اللي نعرفوهم معادين للصحفيين، أنا صحفي متخرج قبلك أنت من معهد الصحافة وعلوم الأخبار، أما خليني نكمل كلامي يا عايشة واسمعني حتى الأخر. دعونا النقابة العامة، علاش ما تحبليش المعطى هذا يتكرر؟ دعوناها رفضت باش تجي، ولوين دعوناها؟ قلنا لها باش نشوفوا كيفية تطبيق هذا اللوح، علاش؟ خاطر عندنا منظومة شغلية ما يلزمناش تتفلق، ما يلزمناش نكسروها، يلزم تفلقت حاجات. عندنا العقود المشتركة، مجلة العقود، وعندنا مجلة الشغل، وعندنا النظام العام للوظيفة العمومية، وعندنا القوانين القوانين الأساسية، وعندنا الاتفاقيات المشتركة. هذه بصيغتها هذه مش بالمحتوى، ما عندي حد شيء مع المحتوى نعاود نقوله، بصيغتها هذه ما تركبش على المنظومة التشريعية. علاش قلت لكم ثم إشكال انهارتها لنف، واتفقنا باش نرجعوا نشوفوا الإشكالات بعد النقابة ربنا باش تجيني. شنو المشكل؟ النقابه لا معنى للنقابه بدون تفاوض. اي شيء يجي نتفاوض فيه ونقول كلمتي. رفضتوا باش تجيو. عاودنا كلمناكم، رفضتوا باش تجيو. اليوم نعاود انا اليوم بعثت لكم دعوات ونجي نقول لكم راهو ما عندنا حد شيء في المحتوى. لا رئيس الحكومه بالعكس، لا وزير الشؤون الاجتماعيه، لا حتى حد. فقط نحبوا نعطيوها لابياج جوريديك نلبسوها. محمد يظهر لي لابياج جوريديك يكون بالنشر، يظهر لي لابياج جوريديك يكون بالنشر مش بمعاونة باش بعد امضاء هيتم التفاوض بشأنها. ما تتنشرش، ما عندها حتى يولي ما عندها حتى قيمه. نقول لك علاش، اش قالت الممثلة السيدة نائبة رئيس النقابة؟ قالت لك نحن هي اقرار ضمني اللي فما اشكال. قالت لك نحن اليوم قاعدين ناقشوا ومش تبدا المفاوضات حول تنقيح او مراجعه لي ساتيو القانون الاساسي في النقيض القاع العام، واذا كان ثم حاجات والاتفاقيه نحطوها غير. والحكم القضائي سيد الوزير اش عملنا فيه؟ الحكم القضائي اللي صادر اليوم هذا اللي طالبينه نعملوا تو. شنو اللي هو قطاع عام؟ يمشي القطاع عام مش كل اللي يبقى في الاتفاقيه، لانه القطاع العام يمشي بالاوامر مش بالاتفاقيه. غدوه صحافي في الاذاعه والتلفزه ولا في الطاقه يطلب من الرئيس يقول له ثم بند في الاتفاقيه، ثم مكسب في الاتفاقيه، نحبك طبقوا لي. يقول له يعني سيد الوزير انت اليوم تطلب استثناء القطاع العام من اتفاقيه مهمه؟ يعني انت اليوم تطلب استثناء القطاع العام، تقسيم معناتها لقطاع الصحافه؟ لا ما نطلبش استثناء. اسمعني عايشك بلاش اريير بونسي عايشك. قلت لك ما هو في القطاع العام نزوم الاتفاقيه نحطوه في القطاع العام. الكلام اللي كنت تقول فيه انت توا طلبته انا من جانفي 2019. الاتفاقيه عمرها 3 سنين، ضيعتوا عامين خاطر ما جيتوش تتفاوضوا، ضيعتوا عامين. تعرف بعد 3 سنين تطيح الاتفاقيه، اي طرف يقول مراجعتها لازم تتراجع. يجاو وندعوكم مره اخرى باش تجيو للتفاوض ونفركوها الاتفاقيه بحضور اخصائيين، جيبوا معاكم اللي تحبوا، واللي هو قطاع عام يمشي قطاع عام، اللي هو قطاع خاص يقعد في قطاع خاص، ويقع كما قلت لك اعطائها صبغه جوريديك قبل للتنفيذ. سؤال اخير سيد الوزير، كيف ستتفاعل الحكومه مع برقيه ومراسله الاتحاد الدولي للصحفيين؟ ما شفناش احنا شيء. اولا ما احنا برقيه الاتحاد الدولي، انا نتكلم فيك وكنت عضو مكتب تنفيذي وعضو اللجنه التنفيذيه للاتحاد العالمي للنقابات الحره اللي في هذيك عضو فيه. ونعرف اللي اسمعني، نعرف اللي هذا التضامن بين التضامن العالمي وعندهم حق يتضامنوا وعندهم كذا، ولكن هي مشكله كيفاش تتفاعلوا معه؟ كيفاش تتفاعلوا معه كحكومه؟ لا تتفل لا ما ريتهاش انا، ما بعثوهاليش انا الى الان. نص الاتفاقيه بصفه رسميه تو ما جانا من عند النقابه. سي محمد نص الاتفاقيه بصفه رسميه، وهذا قلته المدام فوزيه. قلت سيد وزير سيد وزير كان تسمح لي بصفه رسميه بعطينا نص النقابه. سيد وزير كان تسمح لي به. تفضل. يعني فهمت من كلامك انكم مستعدين للتفاوض مره اخرى،
ما كنش تفاوض، احنا ما نفاوضوش في حاجه، اي لي مناقشه الاتفاقيه تسهيل قانوني. عندكم تصور اولي للتعديلات حسب ما فهمت من كلامك انكم تحبوا تعدلوا الاتفاقيه؟ ما عندنا حتى تعديل في المحتوى. ما علاش تعيطوا لنقابه الصحفيين باش تجلسوا مره اخرى؟ نقول لك علاش على خاطر هذه الاتفاقيه القانون التشريعات الشغليه في تونس في القطاع العام وفي القطاع الخاص وفي شوف وثم حتى دي كونفونسيون دي تابليسمون ثم الغذاء والتلبسه التونسيه عندها قانون الاساسي الخاص. قلنا احنا باش يولي عندها قيمه تشريعيه وعندنا مرجعيه قانونيه للصحفيين يرجعوا له غدوه في صوره وجود خلاف، يلزم ما هو تشريع خاص يمشي لمجله الشغل ولا للاتفاقيه المشتركه، وما هو التشريع عام يمشي لاوامر. سي محمد هذه اتفاقيه اطاريه شامله تنشروها انشروها وبعد ادخلوا في جلسات معناها مناقشه مضمون الاتفاقيه وتعديلها ربما. نقول لكم ما تنشرش هكا بصفه شنو شكون اللي ينفذها هذه؟ كيف تنشر؟ واضح. شكرا لك. مش تضيع حقوق الصحفيين. انا علاش شنو المشكلة في يجيو ونقعدوا ونشوفوا يسمعونا؟ رفضوا النقابه رفضت باش تسمع وجهه نظر اخرى. سنوات واحنا نتفاوضوا ما فما حتى نتيجه. راهو سي محمد عندنا سنوات واحنا نستناو ما فما حتى نتيجه في التفاوض. يا مدام يتعلق فقط باننا نشوف هو الموضوع يظهر لي مش لخص انا الموضوع بسيط. فما خلاف اليوم في المواقف مع نقابه الاعلام المنضويه تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابه التلفزه الوطنيه اللي مثلها سي محمد السعيدي. اليوم الحكومات رقات روحها يظهر لي سيد الوزير في مازق بين نارين بعد ما صحت وحده ما حبتش تنشر. سي ساعه فات البروبليم. أنا فقط صوت القانون، نقول لك تشريعات الشغل مسؤول عن القانون. اليوم اللي يحكي فيه توا السيد الوزير ديجا فيه تناقض، يقول لك أنا ما عنديش مشكلة مع المحتوى، ما عنديش مشكلة مش نمسها الاتفاقية لكن ما ننشرهاش. يعني هذايا بالحق أنا ما نفهموش، كيفاش تقول ما عنديش مشكلة مع المحتوى، مانيش باش نمس نص الاتفاقية لكن ما ننشرهاش. هل هذا يعقل؟ شكرا لك. يعني كيفاش تحب وزير الشؤون الاجتماعية؟ تم التفاوض بالنسبة للاتفاقية الإطارية ملاك، تم التفاوض من قبل المكتب التنفيذي السابق للنقابة الصحفية لعدة أشهر بخصوص الاتفاقية هذه. ثاني حاجة تم إعدادها من قبل الخبراء ومنهم الوزير الشؤون الاجتماعية السابق السيد عمار اليمباعي. يعني هذه كان مطلع على نص الاتفاقية وساهم في صياغتها. الاتفاقية هذه أمضتها الحكومة وكل الأطراف وحتى اليوم الأطراف اللي أمضت عليها أعلمت الحكومة بقبولها بنص الاتفاقية. اليوم كي نشوفوا السيد وزير الشؤون الاجتماعية تو يقول احنا ما عندناش مشكلة مع المحتوى وماناش باش نمسوا الاتفاقية لكن ما ننشروهاش. اجاو نتفاوضوا باش نتفاوض على حكم محكمة، نتفاوض على اتفاقية تم إمضائها. يعني على شنو؟ إذا كان أنت ما تنشرش التفاوض لمجرد التفاوض راهو نمشيو نتصوروا كل نهار ونروحوا. هذايا عشناه في الحكومات الكل وكما قلت مالك فيهم حتى شكون رئيس حكومة جانا لمقر النقابة الوطنية للصحفيين وأعلن على وعود وما تحقق منها حتى شيء. للأسف احنا شبعنا بالوعود، اليوم ما فما حتى مطلب تحقق. تقول لي إجا نتفاوض وأنا نجي نتفاوض معاك، لكن بخصوص بقية المطالب بالنسبة للاتفاقية احنا طالبين نشرها في الرائد الرسمي. حكاية الاتحاد العام التونسي للشغل أنجزت نوضح لك مساندينكم حتى طرف من الاتحاد ما قال رسميا انا ضد الاتفاقيه هذه، والا جانا طرف حكومي وقال رسميا راهو الاتحاد هو اللي معطل لكم الاتفاقيه هذه. وبالنسبه لنقابه التلفزه الوطنيه لكن بالنسبه لنقابه التلفزه الوطنيه انا ما ريتش شنو موقفهم، لكن احنا نتعاملوا مع المركزيات مع النقابات مع جامعه الاعلام. احنا ما ريناش اليوم موقف رسمي منهم يقول انا رافض. ثاني حاجه انا تفاوضت مع الحكومه مش مع الاتحاد العام توصيل الشغل. الحكومه امضات مش الاتحاد العام توصيل الشغل. شكرا لك اميره محمد. شكرا لك أميرة محمد نائبة رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلفة بالحريات. يعطيك صحة لطفي العماري، محمد طرودي، ناجي الزعيري. شكرا لكم انتم على حسن المتابعة. نلتقي غدا ان شاء الله في نفس التوقيت في غونديفو 9 على قناة التاسعة. الى اللقاء.